مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا يوم جديد ومتابعة جديدة لأهم الأخبار في الحياة اليوم. خلونا نبتدي أخبارنا بملف أو موضوع مهم جدا، وهو اللي حصل النهاردة، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خاصة إن احنا شفنا الحقيقة على مدار السنين اللي فاتت إزاي الدولة المصرية وعلى رأسها طبعا القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمين بهذا الملف، استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، لأنه ده طبعا مهم جدا، هينعكس على مستوى جودة الحياة للمواطن وكمان يضمن استدامة عملية التنمية في مختلف الملفات. النهاردة من خلال الفعالية كان للرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من الرسائل وهنتعرض ليها، وطبعا ده مهم جدا لأن الرئيس بيبقى حريص في المناسبات دي، في رسائله اللي بيوجهها للمواطن المصري بيبقى فيه مكاشفة، توعية، عرض للحقائق علشان الناس كلها تبقى فاهمة وواعية بحقيقة الواقع اللي احنا عايشينه والتحديات كمان اللي بنتعامل معاها وازاي نواجهها. عشان كده الرئيس النهاردة مثلا على سبيل المثال اتكلم على ان إدارة الدولة ومواجهة المشكلات والتحديات هي مسؤولية مشتركة، مش مسؤولية سلطة أو حكومة أو نظام لوحده، لكنها مسؤولية دولة بأكملها. عشان كده النهاردة هنقف قدام مجموعة من الحقائق والرسائل اللي اتكلم عنها الرئيس، سواء بقى الكلام عن ملف التعليم، الصحة، الزيادة السكانية، الوضع الاقتصادي وحقوق الإنسان وغيرها من الملفات. لكن في البداية خلونا نقول لحضراتكم طبعا من خلال الفعالية دي الرئيس كان بيوجه الشكر والتقدير للقائمين على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودعا الكل إنه لازم يكون في تضافر للجهود علشان يتنفذ المشروع ده على الأرض. وقال الرئيس إن احنا بنتحرك في المشروع ده كلنا مع بعض، ومع الجمعيات الأهلية، مع الجامعات، مع الإعلام، وكل المحاور اللي ممكن إنها تشارك في تنفيذ هذه الاستراتيجية. الموضوع اللي بنتكلم فيه تنمية الأسرة المصرية، محاربة الجهل، التخلف، الفقر، عشان كده الرئيس قال محتاجين إن احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونتحرك علشان ننفذ الكلام ده، وان ده لما يتحقق هيبقى المشروع يعتبر ركيزه للتحرك علشان نغير واقعنا للافضل في كل شيء. الرئيس كمان قال ان المشروع ده هو عباره عن خطوه، وبعد كده هنشوف كل شهرين وثلاثه او شهرين ثلاثه معدلات النمو السكاني، ونقعد بقى ونتكلم ونشوف ايه اللي احنا حققناه في ظل هذا التحدي. الرئيس كمان قال عن الاستقرار ان الاستقرار الحقيقي واسباب الاستقرار هو رضا المجتمع، مش اجهزه الدوله المسؤوله عنه فقط، لكن كلنا محتاجين نتحرك في ده علشان المعنى ده يوصل للناس. عشان كده الرئيس اتكلم برضو عن مساله الزياده السكانيه، وان التحدي ده طبعا تحدي خطير، اتكلم على يعني كل الملفات اللي ليها علاقة ان احنا لازم نشتغل فيها علشان نقدر نحقق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية على الأرض. فالرئيس قال يعني احنا عايزين في الآخر جودة الحياة والناس كلها تكون مبسوطين وتكون حاسة ان واقعها بيتغير للأفضل، وقال ان احنا مش بنشتغل في ده بس، لكن كمان في التنمية في كل الملفات من غير نوم، من غير راحة، وان احنا لو كنا عايزين نحقق لبلدنا مكان حقيقي على خارطة العالم لازم الشغل والاجتهاد، ومفيش بقى الراحة أو اتكال، لكن لازم نبقى يعني جادين ومجتهدين علشان نقدر نحقق أحلامنا ووقعنا يتحول للأفضل بإذن الله تعالى. خلونا نتابع جزء من الفعالية النهاردة وجزء من كلام الرئيس ونرجع لحضراتكم تاني. أوجه كل التحية والتقدير للقائمين على الإعداد المشروع، وإن احنا نتحرك فيه كلنا مع بعض، زي ما اتقال مش الموضوع ده مش وزارة الصحة ومش التضامن الاجتماعي، ده كلنا مع بعض، جامعات أهلية، أتصور الجامعات، أتصور الإعلام، أتصور زي ما اتقال كل المحاور اللي ممكن تشارك. من فضلكم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هو مش بس تنمية الأسرة المصرية، هو تنمية الدولة المصرية، محاربة الفقر والجهل والتخلف، ده أتصور كلنا محتاجين نحط إيدينا في إيدين بعض فيه عشان نتحول لعكس الكلمات دي. فقر عكسه غنى، جهل عكسه وعي ومعرفة، تخلف عكسه تقدم وازدهار، وده مش هيتحقق إلا إن المشروع ده كلنا نبقى حاطينه على إن هو ده الركيزة اللي احنا عايزين نتحرك بيها وفيها عشان نغير من واقعنا لأفضل في كل شيء. مش عايز اطيل اكتر من كده، التحيه والتقدير لكم، وارجو ان هي يمكن دي خطوه، واللي بعد كده ان احنا نشوف كل شهرين ثلاثه معدلات النمو السكاني ونتكلم ونيجي نقعد كده. ده موضوع انتوا كنتوا بتتكلموا على الـ على الـ على الـ الاستقرار الحقيقي، لازم تعرفوا ان اسباب الاستقرار الحقيقي هو رضا المجتمع،
ورضا المجتمع مش احنا اللي مسؤولين عنه، مش احنا الدولة اللي هو اجهزة الدولة، كلنا محتاجين نتحرك في ده عشان نوصله للناس ونقول له خلي بالك وخلي بالك. العدد ده الزراعة ما تكفهوش، المدرسة ما تكفهوش، الطريق ما يكفهوش، ملوش شغل. طب انت جايبه ليه؟ عشان تعذبه او جايبها ليه؟ عشان تعذبيها ولا عشان تعيش وتتبسط؟ فانا اقصد اشكركم ونشتغل ونشتغل ونشتغل، مش بس في ده، في التنمية والعمل في كل المجالات بلا نوم ولا راحة. كل الملفات اللي الرئيس اتكلم عنها النهارده ليها علاقه بحقوق الانسان والاستراتيجيه اللي اطلقتها الدوله المصريه من تلقاء نفسها، وليها علاقه بهذا الملف بشكل متكامل. والحقيقه الملف ده هو ملف زي ما احنا بنتابع طبعا بشكل او باخر في كل المناسبات مع طبعا مسؤوليين او في زيارات يعني رسميه للرئيس في الخارج، بيتم الحديث عن هذا الملف وحقوق الانسان فين في الدوله المصريه وازاي بيتم يعني تطبيقها على الارض. لكن الرئيس دايما ويمكن النهارده برضو اكد على نفس المعنى ده، حقوق الإنسان بشكل متكامل، المنظور للدولة المصرية إنها تتعامل إزاي في هذا الملف، أولوياتنا لما نتكلم على الصحة، التعليم، السكن، الزيادة السكانية اللي بتعتبر في حد ذاتها هي تحدي كبير علشان تقدر إن أنت تحقق يعني أو يبقى في واقع أفضل للمواطن المصري. وضرب الرئيس مثال لما كان في زيارة لبلجيكا وتسأل برضه عن حقوق الإنسان، قال له طب يعني اسألني على الناتج المحلي للبلد، يعني اسألني عن تحدياتنا، أنا عندي 100 مليون ومسؤول عن إن أنا أوفر لهم حياة كريمة. فأولوياتنا إيه؟ وأنا يعني فيما معناه سواء في الداخل أو في الخارج أنا مرحب بالكلام، بس كلام عن دراية، عن وعي بحجم التحديات اللي بتواجهنا وحجم الإنجاز كمان اللي الدولة بتعمله في مختلف الملفات. كنا في بلجيكا فكنت بلتقي بالناس كلها، كلمت الدنيا، فكان أول ملف أتكلم فيه كنت بتكلم في حقوق الإنسان، كنت بتكلم في ملف ايه؟ حقوق الانسان، لان احنا ما عندناش حاجه منخبينها، احنا عندنا قضيه مش معروفه، عندنا قضيه غير معلومه لا لينا احنا او لبعضنا حتى، اللي هو التحديات اللي هم ذكرتها الدكتوره هاله والدكتور مصطفى وحتى بقيه الزملاء لما هيتكلموا دلوقتي. فكنت بتكلم في ده، فمن ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم مع المسؤول اللي بكلمه قلت له انت ليه ما بتكلمنيش وسالتنيش الناتج المحلي بتاعك كام؟ فاستغرب يعني، قلت له الناتج المحلي بتاعك انت كام؟ قال لي 500 مليار دولار. قلت له عدد سكانك كام؟ قال لي 10 مليون. قلت له يبقى انا عايز الدخل بتاعي ومعدل نموي يبقى 5 تريليون دولار، عشان انا عندي 100 مليون وعشان انا معيش الفلوس ديت الناس في مصر مظلومه، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، والناس في مصر ما بتتعالجش كويس. ادي حقوق الانسان اللي انا اعرفها، اللي انا اعرفها ان انا المواطن بتاعي اقدر اوفر له ده. وبعدين انا مش مانع انه يتكلم، أنا قلت كده، أنا مش مانع إنه يتكلم، أنا عايزه يتكلم، بس يعرف القضية كويس، يعرف قضية البلد دي قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها بيلون كلام مش أقل ما فيه، مش يعني مش مستكمل معرفته. وده كلمة مؤدبة، مؤدبة عن الجهل وعدم الإدراك وعدم التقدير للواقع اللي احنا موجودين فيه. طبعا زي ما بنتابع رسائل مهمة للرئيس سواء للمواطن المصري سواء للداخل أو للخارج، حجم التحديات، حجم المشاكل اللي بنتعامل معها وأولويات الدولة المصرية. خلونا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نتابع الفعالية الهامة اللي حصلت النهاردة، إطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، ونرجع لحضراتكم تاني. من
بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. لسه بنتابع طبعا الحدث الهام اللي حصل النهاردة واللي إن شاء الله هينعكس على أوجه الحياة والارتقاء بكل الملفات والتحديات اللي بنتعامل معها. بكلم حضراتكم عن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكانت مناسبة زي ما سمعنا من شوية في كلمات الرئيس، في كلمة الرئيس لما أتكلم عن طبيعة التحديات والملفات وإزاي إنها محتاجة عمل جاد، وإن التحدي ده مش هنقدر إن احنا نتغلب عليه إلا بتكاتف الجميع، إنه مش بس مسؤولية يعني سلطة أو حكومة، لكن هي مسؤولية مشتركة علشان نقدر أنه نغير واقع المواطنين للأفضل إن شاء الله. عشان كده هتساعدنا بقى على قراءة المشهد ونشوف إحنا هنتحرك إزاي، والمشروع ده إيه ملامحه، والملفات اللي هتتعامل أو هيتعامل مع هذا المشروع إيه طبيعة الشغل اللي هيتم فيه. معنا على تليفون ومشرفانا الحقيقة سيادة الوزيرة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. برحب بحضرتك معنا يا سيادة الوزيرة، مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مشرفانا يا سيادة الوزيرة. الله يخليك. يعني الأول لو حبينا نتكلم على الفكرة وأهمية يعني الحدث نفسه وطبيعته، غير ما نتكلم بقى عن تفاصيله وملامحه يا سيادة الوزيرة. الو، ايوه سامع حضرتك دكتوره هاله. اتفضلي. يعني كنت بتكلم على الفكره نفسها، المشروع قومي لتنميه الاسره المصريه، ايه ملامح المشروع ده واحنا ايه الهدف منه يعني؟ طيب الخط برضو للاسف الصوت اعتقد يعني في مشكله شويه، هنحاول مره تانية نرجع نتواصل مع سياده الوزيره دكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط. هنا بنتكلم انه لما بنتكلم على التخطيط نفسه يعني وهذا المنصب لدكتوره هاله، انه بقى في عندنا قاعده بيانات، احنا التحديات اللي بنتعامل معاها لاول مره نبقى عارفين زي ما بتقول كده بالبلدي اولها من اخرها، الملف ده محتاج ايه، طبيعه الجهد والشغل اللي اتعمل فيه، طب باقي ايه، طيب حتى خارطه الاسر المصريه، لما اتكلمنا على تنميه الريف المصري وده كان مهم برضو انه وفر لنا قاعدة بيانات علشان نشوف مين محتاج ايه، ايه الملفات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها طبقا طبعا لاحتياجات كل منطقة او كل محافظة وخصوصيتها. لما نتكلم على تنمية الاسرة المصرية بشمولية هذا المشروع بطبيعة الملفات اللي مش هيسيب حاجة، سواء بنتكلم على شو قلنا من شوية، صحة، تعليم، سكن، المرأة الزوجة كركن اصيل طبعا وهم في كيان الاسرة، ازاي نحن نساعدها، فمساعدتها دي هتنعكس على الارتقاء بكل أفراد الأسرة، وبالتالي الأسرة الصغيرة هنوصل للأسرة الكبيرة، نوصل للمجتمع، نوصل للدولة بأكملها. كمان لما نقول إن في توازي مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة ومراحلها المختلفة، فبتتكلم على شغل كبير جدا وجهد كبير. لما الرئيس النهارده يقول انه دي مسؤوليه الجميع ومحتاجين كلنا نشتغل مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض، دي سنه حميده سنتها الدوله المصريه في كل الملفات اللي بنشتغل فيها. بدايه لو تفتكروا حضراتكم من المبادرات الرئيسيه الخاصه بالصحه، اشتغلنا على طول هنا مع مين؟ مع المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. رحنا لمبادره حياه كريمه، برضو منظمات المجتمع المدني والمتطوعين، وكلنا في ايدينا في ايدين بعض، لان بصراحه الحمل تقيل والملفات كتيرة ومحتاجة جهد ومحتاجة شغل كتير، فازاي انك تسابق الزمن، وده تحدي مهم دايما الرئيس بيتكلم عنه، ان احنا محتاجين نشتغل بسرعة نخلص في اسرع وقت علشان الناس تحس بثمار التنمية، تحس انه في حاجة انعكست على حياتها. لكن برضو في مسؤولية على المواطن، ان كل اللي بنتكلم فيه ده لما الرئيس ضرب مثل في ملف حقوق الانسان ومناقشه هذا الملف من الدول يعني الغربيه وما الى اخره، والزياره الاخيره لبلجيكا زي ما اشار ليها الرئيس، الناتج المحلي قد ايه؟ طب احنا عدد المواطنين قد ايه؟ فده هنا بقى بيتكلم على تحدي خطير جدا، هو تحدي الزياده السكانيه، انك مهما اشتغلت مهما عملت في اي ملف من الملفات انت عندك على طول في زياده هتلتهم للاسف الشديد اي شغل. لما تتكلم على وظائف وناس يعني توفر لها فرصة عمل في سوق العمل، فمش هتلحق يعني هتوظف دول النهاردة، طيب وبعد كده اللي جاي، فمش هتقدر. لما ضرب الرئيس النهاردة مثل عن الأوضاع في 2011 وقال انه يعني ما كانش فيه رضا مجتمعي، حالة الرضا المجتمعي دي ما كانتش موجودة، الناس ما كانتش مبسوطة، مش عارفة ليه ما كانتش راضية، لان شايفة ان حياتها مش كويسة باختصار، ما فيش تعليم كويس، ما فيش صحة كويسة يعني اللي هو يعني الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، حالة الرضا مش موجودة. طيب احنا مش راضيين ليه؟ طب مسؤوليتنا ايه؟ زي ما قال الرئيس ما كناش عارفين، فحطينا السخط او عدم الرضا ده على الدولة، يلا نهد
يلا نغير، بس دفعنا الثمن ودفعنا الفاتورة. لكن لو كنا من الأول حددنا أولوياتنا، تحدياتنا أخبارها إيه، بنتعامل معها بأي شكل، مسؤوليتنا إحنا إزاي برضو كمواطنين، إن الزيادة السكانية لازم يتم تحجيمها برضو والسيطرة عليها عشان نقدر نحس بأي حاجة بتتم. لما دلوقتي بنشوف الحمد لله مشاريع قومية وشغل ومعدل نمو والكلام ده، طب حتى لو معدل النمو بيزيد مع معدل النمو في الزيادة السكانية مش متناسبين مع بعض، فبالتالي بالحسبة كده عمر الكلام ده ما هيوصل لينا أو هنحس بيه. خلونا نتابع كده جزء من كلمة الرئيس لما ضرب مثل عن الأوضاع في 2011 وعدم الرضا المجتمعي اللي كان موجود. عايز أقول لكم الناس خرجت ليه في 2011؟ خرجت ليه؟ لأن حالة الرضا المجتمعي ما كانتش موجودة، ناس مش مبسوطة، بس هي مش عارفة مش مبسوطة ليه، ناس مش راضية بس هي مش عارفة مش راضية ليه. مفيش حاجة مكفية، مفيش مدرسة كويسة، مفيش تعليم كويس. وبدل ما نقول احنا مواطنين أدائنا متواضع، قلنا الدولة حملناها خصم. عملنا الدولة ايه؟ خصم. نعمل دراما، انا هقول اسم، هقول اسم من باب المثال يعني، انا مش باخدكم بعيد عن الهدف اللي انتوا بتقولوه، أنا دايما بسجل حاجة واحدة، هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصل له في 2011. نتيجة إيه؟ نتيجة أسباب حقيقية، إحنا ناس تعبانة وعايزة تغير صحيح، بس تغيروا إزاي؟ اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة ده إن إحنا نغير أسباب تردينا. هنا لما نرجع للتحديات، وتحدي لها علاقة بفرص العمل، بوظيفة، بأن الناس يبقى عندها يعني دخل وتقدر أنها تأسس أسرة وما إلى آخره، لكن هل أنت مؤهل لاحتياجات سوق العمل؟ هل أنت قدرت أنك تشتغل على نفسك في وظائف بعينها، خاصة وظائف بنقول عليها إيه، وظائف المستقبل، أو الحاجات اللي محتاجة مش أنك بس تخرجت من الكلية الفلانية بالتخصص الفلاني وخلاص تقول لك إيه اللي أنا خدته في الجامعة ده أنا هطلع أشتغل بيه؟ لا، المسألة مش بالقياس أو بالشكل ده. عشان كده الرئيس النهاردة اتكلم عن ملف المهم ده، ملف التعليم والتشغيل وفرص العمل وتأهيل الشباب. ضرب الرئيس مثل بأن على سبيل المثال الدولة كانت أعلنت عن فرص عمل للبرمجة براتب قد إيه؟ 20,000 دولار، طبعا حاجة يعني خيالية. اتقدم ليها 300,000، كده كلام لحد كده جميل. اللي نجح 111، فراتب مغري، أعداد كبيرة تقدمت لكن ما نجحش غير 111. فيعني مفيش تأهيل يعني لشغلة زي كده أو لوظيفة زي كده، فطبعا دي هنا برضو تكلفة وفاتورة الدولة هتتحملها. وزارة الاتصالات أعلنت عن البرنامج ده وتقدم للبرنامج 300,000 زي ما بقول لكم، وما اكتسش منهم غير 111، فبالتالي احنا كده محتاجين يعني نشتغل على نفسنا، لان في فعلا مشكله. هل احنا مؤهلين لسوق العمل؟ هل القصه قصه تعليم بس؟ مش كده لما الدوله بقى توسعت في مساله الجامعات التكنولوجيه والتعليم الفني يكون على أعلى مستوى، لما نشوف بقى التخصصات الجديدة والجامعات الجديدة بقى سواء أهلية ولا دولية ولا خاصة، كل التنوع ده علشان يبقى الطالب الخريج مؤهل بعد كده لسوق العمل، عنده يعني فرصة إن هو يلاقي حاجة كويسة. احنا بنتكلم على وظيفة بقول لكم 20,000 دولار في الشهر، فبالتالي يعني للأسف ما نجحش غير 100. وي طيب، خلونا نتابع كلام الرئيس برضو في الجزئية دي علشان طبعا ده مهم جدا جدا، التعليم والتأهيل لسوق العمل. سوق العمل اللي أنا بتكلم عليه ده فيه على مستوى العالم في دولة واحدة نقص 1,000,000 وظيفة. أنا بتكلم كلام مظبوط يا دكتور مصطفى؟ أيوة. كم؟ أيوة. من فضل خليك معايا، ما أنت معايا. معاك يا فندم، أنا مع حضرتك يعني، وأنا بس اللي بتكلم. لا يا فندم ده طيب، مش كانوا مليون، بنقول فيه 1,000,000 وظيفة زي دي؟ طب انا قلت انا عندي شباب كتير متخرج، يلا يا دكتور عمرو انا البرنامج هيكلف 30,000 دولار للطالب للدارس، انا جاهز عشان نؤهل مبرمجين يا فندم. قول يا دكتور بقى، كمل. عشان نؤهل مبرمجين، كمل. يقدروا يشتغلوا في اي سوق في العالم وحتى وهم قاعدين هنا في مصر. ده بقى سوق جديد
الشاب بيبقى قاعد في بيته وفي مكانه وبيقدر يتعامل مع شركات عالمية بره، وبيبقى دخل بيصل إلى 20 و30 ألف دولار في الشهر. فكان توجيهات فخامة الرئيس، طب ما ندخل على شبابنا اللي متعلم وننتخب منهم مجموعة نديهم برنامج تأهيل مع أفضل الجامعات المصرية، وإحنا اللي هنصرف عليهم. البرنامج كان قيمته 30 ألف دولار، نعمل لهم ياخدوا ماستر وياخدوا كورسات عشان في الاخر يقدر نخرج هذه الدفعه. وكان فخامه الرئيس وجه وزير الاتصالات ان هو يبدا يعني يعمل امتحان، اولا يعني يعمل اعلان عن للشباب ان هم يتقدموا لهذا البرنامج. الدوله هي اللي هتصرف، وهتصرف 30 ألف دولار لكل طالب، وتقدم الاف من الاولاد عشان يتخلوا. لكن الامتحان كان اللي بتعمله لنا الاف خريجين ايه؟ خريجين اتصالات وتكنولوجيا معلومات اللي هو هندسه حاسبات. بالظبط يا فندم. قول بقى يا دكتور. ويعني عملنا لهم الامتحانات بس على المستوى العالمي اللي المفروض هذا الشباب يؤهل عشان يدخل هذا البرنامج التعليمي اللي طبعا الدوله هتنفق عليه رقم كبير. يعني من فضلك ما تكملش الكلام. انا هسال للمواطنين كل اللي موجودين مكاني هنا، حد يقول لي لما اعمل اختبار ل 200 300 الف من خريج الحاسبات وكليه الهندسه الاقي المعايير تنطبق على كام؟ اي حد من الساده الزملاء يقول اللي ورا مني كام؟ 50%. انت كده مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم تعليمنا؟ 50% يعني 300 400 ألف، ألاقي فيهم 150 ألف. أنا شايف أحد ضيوفنا من الاتحاد الأوروبي، أنا لقيت 111، لقيت 111 بس عشان تعليمي تعبان، طيب عشان نتعامل مع التحديات اللي احنا بنتكلم فيها واللي اشار ليها الرئيس النهارده، لازم نتكلم على الزياده السكانيه وخطوره القضيه دي وضروره مواجهتها الحقيقه بقوه وباراده، ونتوصل للمواطن خطوره الملف ده ونبدا كلنا نشتغل مع بعض فيها. خليني اسال عن الملف ده دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه لشؤون السكان. برحب بحضرتك معنا دكتور طارق، مساء الخير. اهلا استاذ ربنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بسيادتك. دكتور طارق، ازاي احنا مقدرين او مقيمين خطورة الزيادة السكانية وموقعها ايه بقى كمان في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟ والله حضرتك هي مسألة بقاء. مسألة بقاء واستدامة للموارد الموجودة في الدولة. هي مش موضوع ان في زيادة في العدد، لا، هي المنطق البقاء في الجودة. الدولة اصلا مهدد. الموارد قليلة جدا وعندك زيادة سكانية مضطردة كل سنة، وحضرتك مش قادر تستثمري في اي حاجه من الحاجات اللي هي المفروض ليها علاقه بالبشر. يعني مش قادر تستعمل في استثمار صالح في التعليم او الصحه عشان يخرج بمنتج بشري صالح. دي مشكله اساسيه. وطبعا سياده الرئيس النهارده فخامه الرئيس يعني ادى رسائل للعامه والخاصه والحكومه والشعب والمواطن. الرسائل كلها كانت واضحه وواقعيه جدا وتؤذي الجميع. تعاون عشان الموضوع ده. طيب احنا هنعمل ايه؟ يعني كان في محاولات وبعد كده يعني على استحياء ما جابتش النتيجه المرجوه، ما فيش استمراريه. فدلوقتي ايه الموقف؟ دلوقتي في نوع من انواع حزب تدخلات وكلها بتصب في مصلحه حاجتين اثنين اساسيتين. اتفضل يا دكتور. اول حاجه هي الضبط النمو السكاني، والحاجه الثانيه هي الارتقاء بالخطايا السكانيه. اذا كان تعليم، اذا كان صحه، اذا كان تمكين اقتصادي للمراه، رعايه طبيه متميزه، رعايه صحيه في الصحه الايجابيه وخدمات تنظيم الاسره متميزه. نعم. كل الكلام ده هيتطبق، بالاضافه الى نظام حوافز مشروط. هذا النظام الحوافز بالاكيد ان شاء الله هيبقى ليه مردود كويس في حال تنفيذ. لا، كلمنا عنه شويه يا دكتور طارق، يعني ايه الحوافز طبيعتها؟ يعني ايه؟ يعني السيدات اللي هم في سن معين هيبقوا المفروض ان هم مش هيجيبوا اكتر من طفلين. دول هيبقى ليهم نوع من انواع زي حساب بنكي، حساب بنكي مالي شمولي كده، بحيث ان هي في نهايه المده بعد سن 45 تاخد فلوس.
حلو تمام. فده هيتعمل على نطاق كبير شوية. لا هيتطبق وهيبقى برضو ده نوع من انواع الحافز الايجابي. احنا ما بنتكلمش على اي حافز سلبي خالص. انا كنت هقول لك في المقابل فيه كده اللي هو تموين ودعم. لا لا لا. بتتكلم على حافز ايجابي ودي اول مرة تتطبق في الدولة المصرية. صحيح. الحاجة الثانية ان هيبقى فيه تمكين اقتصادي للمرأة وتدريب. وده مهم جدا عشان السيدة توائم القدرة الانتاجية بتاعتها وقدرتها على يبقى عندها دخل ثابت وبين الحالة الإنجابية وما يتطلبه من هذا من صفر أولاد في تعليمهم وفي صحتهم وهكذا. طيب والإعلام طبعا مش هننسى الإعلام. ما لسه أقول لحضرتك بقى إيه، إن كل ملفاتنا محتاجة منظومة عمل مشترك والملف ده والقضية دي محتاجة إعلام وثقافة ورجال دين وكل إحنا بنتكلم إحنا هنشتغل إزاي على الأرض، إزاي موزعين المسؤوليات. بص هقول لحضرتك حاجه، كل وزاره من الوزارات اللي كانت موجوده النهارده هي معنيه بملف كامل مفروض ان هي تنفذه. مع في الاخر في نظام متابعه وتقويم ومحاسبه عشان نعرف بالظبط ايه اللي وصلنا له في النتائج. الكلام ده على سبيل المثال الصحه دورها يفصل في الموضوع، تقديم خدمات صحه انجابيه وصحه للاطفال اللي هم في سن بنقول عليهم اول 1000 يوم. وده مرتبط بمؤشرات اداء معينه محدده في اماكن محدده. تمام. للتضامن عندهم نفس الموضوع، في خدمات وفي رعايه وفي في برنامج تكافل وكرامه واثنين كفايه، فكل واحد هيشتغل على خدمه معينه. كل القطاعات او كل الوزارات شغاله على جزء واحد، ومش جزء واحد، جزء مشترك هو التوعيه. زياده الوعي والمعرفه مهم جدا في هذه الحاله. طيب دكتور طارق، لما كنت بقول حضرتك من شويه واحنا طبعا عارفين وشايفين انه كان في محاولات لكن ما استمرتش، لما النهارده الرئيس يتكلم يقول لك هنقعد بقى كل شهرين والثلاثه كده ونشوف عملنا ايه والنمو السكاني اخباره، فهنا هنا مساله بقى المتابعه وان احنا نشتغل ويبقى في نفس طويل وجدول زمني. صح، في محاسبه، في متابعه تقويم، وحتى المتابعه التقويم هتبقى مرقمنه بحيث ان انا مش مفيش تدخلات بشريه كثيره. مفيش تعطيل للارقام، كل المؤشرات واضحه وصريحه في اماكنها الجغرافيه بمراكز خدماتها الموجوده لحاجه. تمام يا فندم، شكرا. الصوره هتبقى واضحه جدا ان شاء الله باذن الله. عظيم عظيم، شكرا لحضرتك يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه لشؤون السكان. معانا كمان على التليفون أستاذة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. والحقيقة دكتورة أستاذة نهى كان ليها كلمة مهمة النهاردة على المنصة بخصوص طبعا مشكلة الزيادة السكانية ومواجهتها. أستاذة نهى مساء الخير، برحب بحضرتك. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا أستاذة نهى. قبل ما نتكلم على الزيادة السكانية والمشكلة دي ورؤيتك ليها، خلينا على العنوان الأهم، استراتيجية أو مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية. شايفة المشروع ده أهميته ومحاوره إزاي؟ والله هو المشروع اهميته، يمكن هو الرئيس في خطابات عديده يعني اشار لمساله الزياده السكانيه. يمكن ده من اول يعني المرات اللي الرئيس اتكلم فيها وبقوه، يمكن في مؤتمر الشباب في اسكندريه في 2017 لما الحقيقه حط الازمه السكانيه مع الارهاب في كفتين متكافئتين يعني، وقال انه احنا وهو قالها نصا يعني انا يمكن خطوره للارهاب بيشكلها على البلد لا تقل زيادة سكانية خطورة عن مشكلة الإرهاب. فالحقيقة هو الرئيس طرق الموضوع ده كتير جدا، وبدأنا في جهود كانت بتحصل وبتتم، ولكن زي ما بنتكلم بتبقى جهود من بعض الجهات، من بعض سواء الجهات الحكومية أو الغير حكومية، ولكن مع بداية بقى المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة والمبالغ الكبيرة جدا المرصودة ليه والخطة التنفيذية الطويلة، وبالتالي كان لازم يبقى في وقفة فيما يخص القضية السكانية، لأنه طبعا اللي بيحصل دلوقتي هي طفرة تنموية الأكبر في العالم من حيث عدد المستهدفين بالإضافة لحجم التمويل، ولكن لو فضلنا ماشيين بنفس المعدلات في الزيادة السكانية هنلاقي إن احنا بعد عدد من السنين كل اللي بيحصل دلوقتي محتاجين حاجات قدو واضعافه انها تتم عشان خاطر توفي احتياجات الاعداد الكبيره اللي بتزيد كل سنه. لما احنا بنتكلم ان كل سنه معدل الزياده وصل ان احنا 2.5 مليون مواطن، ده يعني بيشكل نصف عدد مواليد قاره اوروبا. فطبعا لما انا ابقى بزيد كل سنه ما يكافئ نصف عدد مواليد قاره اخرى
دي انا شايفاها ان هي يعني شيء مشكله كبيره قوي. طبعا طبعا وهيأثر على احساس المواطن كمان بكل اللي بيحصل بحقوقه اللي احنا بنتكلم فيها في صحه في تعليم بالزبط. في سكن في كل الكلام ده. بالظبط. فطبعا مش المواطن مهما تم ومهما حصل يمكن حتى الرئيس ضرب امثله من الواقع لما عمل مقارنه سريعه ما بين يعني الدخل القومي والناتج القومي لدوله زي بلجيكا مقارنه بعدد سكانها ونفس الحاله في مصر عدد السكان مقابل الناتج القومي ولما بيقسم عدد السكان وبالتالي الناس مش بتحس بالتنميه اللي بتحصل بالشكل المطلوب وبيترتب على ده بقى مشاكل كتير جدا من فقر البطاله لتدني في الخدمات المختلفه اللي بتوصل للمواطنين وما بقاش الموضوع بس النمو السكاني متزايد لا بقى كمان تدني في خصائص السكان لان انا عندي النهارده لما يكون في نسبه أمية كبيرة جدا لما أتكلم إن في نسبة بطالة كبيرة جدا لما أتكلم عن زيادة القاصرات كل دي تعتبر يعني هي أعراض بسبب مرض الزيادة السكانية. إطلاق المشروع ده بالصيغة النهارده يعني وزارة التخطيط استعرضتها هي بتحاول إن كل المحاور تكون موجودة ومتكاملة في مشروع متكامل ينقلنا في منطقة مختلفة بشراكة لل يعني الثلاث أضلاع لمثلث التنمية اللي دايما الرئيس بيأكد إن هو ما ينفعش أي حاجة هتتم في النهضة اللي بتحصل في مصر دلوقتي في الجمهورية الجديدة بدون اشتراك الثلاث أطراف القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني. صحيح. وبالتالي كان وجودنا النهاردة ممثلين عن المجتمع المدني أنا مثلت جمعية يعني انا بشرف عضويه مجلس ادارتها يمكن من اكتر من 13 سنه هي جمعيه من الجمعيات الرائده في عمل تنظيم الاسره لينا يعني باع في هذا المجال عندنا خدمات بنقدمها طبيه وعندنا خدمات تفتيشيه وتوعويه فبالتالي كل واحد وشغله وخبرته مدعو ان هو يشارك في الملف ده نشتغل مع بعض علشان نقدر ان احنا نحقق انجاز على الارض ونتيجه حقيقيه وفعليه في اسرع وقت. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان رجعت لنا مره ثانيه سياده الوزيره دكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط. مساء الخير يا سياده الوزيره يا رب يكون الصوت كويس. لا زي حضرتك الشغل ربنا معاكي. لا يعني ارهاق طبعا وشغل وعمل كبير بس زي ما قال الرئيس عشان كده محتاجين كلنا نشتغل مع بعض جامد قوي. صحيح صحيح صحيح. سياده الوزير مشروع قومي لتنميه الاسره المصريه نتكلم على الفكره وملامح او محاور المشروع ده عامله ازاي؟ تمام حضرتك طبعا احنا الدوله المصريه بذلت جهد كبير جدا في العمليه التنمويه مشروعات قوميه كبيره مشروع حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في العالم بيستهدف أكثر من نصف السكان في مصر كل أهلنا في الريف على مدى 3 سنوات كل الكلام ده يعني مهم جدا وبينقلنا وبيحقق لنا قدر من التنمية ولكن أنا النهاردة عشان أبقى فعلا بجني ثمار هذه التنمية ما ينفعش أن أنا أبقى أتحرك بالسرعة دي بمعدلات التنمية وفي نفس الوقت عندي تسارع في معدلة المواليد. أنا النهاردة وصلت إلى 103 مليون مولود مليون فرد بنتكلم على زي ما كنت بقول احنا اخر 10 سنين جبنا 25 مليون نسمه يعني بمعدل 2.5 مليون مولود سنويا ده حجم دوله يعني احنا بنتكلم النهارده على عدد من الدول بيصل حجم السكان بتاعتها الى ال 103 احنا بنتكلم على يعني مجموعه من الدول بيصلوا الى 103 مليون نسمه بنتكلم على دول النهارده حجم سكانها 2 مليون و2.5 مليون 3 مليون موجود سنويا فالزياده دي بتلتهم كل ثمار التنميه لان انا محتاجه ان انا اوفر حجم كبير جدا من الخدمات عشان احافظ على المستوى الحالي مش بس عشان احسنه قدرنا نحسن حاجات رغم التحديات ورغم الظروف الصعبه قدرنا نحسن بعض المؤشرات ولكن ما زال لدينا عدد من التحديات موجوده نتيجه الزياده السكانيه وبالتالي انا ما اقدرش النهارده ان انا ابقى ماشي بنفس معدلات النمو السكاني لازم ناخد سياسات سكانيه والسياسات السكانيه دي لما درسنا كل السياسات السابقه لقينا انه اغلب السياسات كانت بتركز على مجال الصحه الانجابيه على مجال تنظيم الاسره لكن الحقيقه ان احنا نبص للموضوع بشكل تنموي متكامل هو ده كان يعني الجديد في هذا الموضوع ان كل مؤسسات الدوله بتتكامل في تشبيك وتكامل بين كل جهود وكل مؤسسات الدوله تحت خطه وتحت رؤيه واحده وفي طبعا دعم سياسي غير مسبوق يعني في
بنحظى به في هذا المشروع. يعني ده يمكن يعني المختلف في المشروع في مواجهة الازدياد السكانية انه مش هيبقى جهد لوزارة او جهة بعينها، لكن منظومة متكاملة كل وزارة بملفها الكل هيشتغل. طب كلمينا اكتر يعني هقول لحضرتك مثلا احنا من اهم الامور او الامور الحاسمة في مجال نجاح الدول في تحقيق خفض معدلات الانجاب، لان هي معدلات انجاب. فانا لما بتكلم النهاردة على معدل متوسط معدل انجاب في بعض المحافظات بيصل الى 5.5 و6 طفل متوسط، ده معناه ان في سيدات بتخلف 9 و10 عشان يبقى المتوسط بتاعها 6، وفي ناس طبعا بتخلف 4 وناس بتخلف 3، لكن في ناس بتخلف 10 ده اكيد. فالنهارده الاعداد دي مفيش اسره تقدر تستحملها انها توفر لها حياه كريمه، ولا مجتمع يقدر ان هو يتحمل هذه الاعداد. الامور الحاسمه في الدول اللي نجحت قدرت انها تعمل تمكين اقتصادي قوي للمرأة. المرأة الحقيقة دورها حاسم في عملية التنمية، ودورها حاسم في الحد من معدلات الزيادة السكانية. لانه هي النهاردة لما بتتعلم كويس او ما بيحصلهاش تصرف بالتعليم، ما خرجهاش من الجامعة ولا من المدرسة، اوفر لها تدريب جيد، اوفر لها فرصة عمل جيدة، استقلالها المادي غير ان هو بيديها استقلال وبيديها ثقة في نفسها، بيغير ايضا تنشئتها لولادها، حتى اولادها اللي بتجيبهم طريقه تربيتها لهم بتبقى مختلفه. فالتمكين الاقتصادي للمراه احنا بنتكلم على تدريب 2 مليون سيده، على الثقافه الماليه، على اداره المشروعات، نتكلم على 1 مليون فرصه عمل هنوفرها للسيدات من خلال التضامن، كهذا المشروعات الصغيره، المجلس القومي للمراه. ما انا كنت اقول لحضرتك ده اوريدي موجود يا سياده الوزيره، الشغل ده موجود. احنا عملنا خطه تنفيذيه لاستهداف المناطق دي بتكامل الجهود، لانه الشغل مش متناثر. يعني حاجه قبل كده كان جهه بتعمل حاجه، جمعيه اهليه بتعمل، وزاره بتعمل، لكن حضرتك انك تجمعي كل هذه الجهود ويبقى في تكامل، فنقدر نحس بالاثر بتاع هذا الموضوع، وان احنا نستهدف سيدات معينه بفئات معينه. اظن ساعدنا يا سياده الوزير، انا اسفه لمقاطعه حضرتك، بس في الجزئيه دي انك لما ضربتي لي مثلا بمحافظات بعينها ساعدنا بقى عندنا قاعده بيانات، عارفين المشكله طبعا موجوده فين، اكتر المحافظات نعمل ايه، يعني برضو الجزئيه دي ازاي. طبعا احنا النهارده طبعا لما بصينا على طبعا عندنا الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، طبعا بيقوم بدور عظيم في البيانات المختلفه. احنا النهارده بنتكلم على إقادة بيانات على مستوى المحافظات، على مستوى سن المرأة، متوسط الإنجاب لكل سيدة شكله إيه، في أي أماكن، عمرها قد إيه، بتخلف. فبرضه بقدر أعرف التحديات، وبقدر أعرف المشاكل، بقدر أعرف إن في ذوات قاصرات في مناطق معينة خلفوا في السن ده. فدي كلها مشاكل لابد إن إحنا نعالجها ونتحدى لها. الحاجة الثانية المهمة إن أنا بعمل زي ما حضرتك بتقولي بقى، بعمل تحول رقمي، بعمل منظومة مميكانة من يوم ما تقرر إنها تتجوز من عند المأذون لغاية لما تروح تتابع في الوحدة الصحية، لغاية لما تخلف، لغاية لما تتابع تطعيم ابنها، لما تتابع صحتها. كل ده أنا عايزة أشوفه في منظومة مميكانة، لأن أنا برضو بدي حافز إيجابي مادي، بدي وثيقة مادية ادخارية مؤجلة عشان أحافظ لها على حياة كريمة برضو في المستقبل هي وأولادها. ففي وثيقة ادخارية مؤجلة بتقدر إنها تحصل عليها في حالة التزامها بالضوابط. التزامها بالضوابط يعني إيه؟ يعني ما تخلفش أكثر من طفلين، يعني تعمل فترة تباعد بين الطفل والطفل الآخر حفاظا على صحتها، إنها تروح تكشف على أمراض الثدي، على أمراض الغير سارية، كل الكلام ده حفاظا على صحة المرأة. صحة المرأة هامة جدا، بتضمن إن أنا يبقى عندي طفل أيضا صحته جيدة. بنتكلم على حافز إيجابي آخر وهو تغذية للطفل في الألف يوم الأولى للسيدات الأكثر احتياجا. فالحقيقة هي يعني منظومة متكاملة، طبعا الثقافة والتوعية ودور الإعلام، دور المدارس والجامعات، فاحنا لازمين بحملة قوية على كل المؤسسات الدينية. طبعا رجال الدين، الكنيسة والأزهر دورهم مهم جدا في هذه العملية. بننزل في القرى، عندنا الأراجوز دوائر حكي، فعندنا الحقيقة حملة كبيرة جدا بإذن الله تبقى ايضا لتغيير المفاهيم المغلوطه اللي احنا مثلا شفناها النهارده في الافلام، وشفنا
الناس في الشارع بتتكلم عليه. طب سيادة الوزيرة، حضرتك أشرتي لمسألة الحوافز الإيجابية، وثيقة مؤجلة للمرأة اللي فعلا تقدر أنها تحقق ده. في المقابل أنا شايفة طبعا كلام جديد ومختلف، لأن كان كل الطرح اللي قبل كده لك إيه، طب يبقى في حاجة بقى إيه، نشيل من الدعم التموين اللي اتسرب من التعليم، طب هنعمل إيه؟ يعني الكلام ده هل هيمشي بالتوازي، ولا إحنا مأجلينه، ولا داخلين الأول على الحوافز؟ حضرتك إحنا بنتكلم في الأول على الحوافز الإيجابية، لأن إحنا هدفنا هو الارتقاء بخصائص. فيبقى حضرتك النهاردة إحنا عايزين ناس صحتها كويسة، عايزين ناس متعلمة كويس، عايزين ناس متغذية كويس. فأنا النهاردة محتاجة إنه أنا أفضل إن أنا أدي لفترة معينة حوافز إيجابية عشان أقدر أنا أرتقي بخصائص السكان بتاعتي وأرتقي بالعنصر السكاني. كل ما العنصر السكاني ده ارتقى، كل ما كانت النهاردة أنا أتعلم كويس، إنتاجيتي هتبقى أحسن، هبقى قادر ان انا افكر احسن، هبقى قادر ان انا ابتكر. عايز تلاقي الابتكارات والابداعات والكلام ده كله يعني مؤشر الاستثمار البشري ومؤشر ده بيبقى عالي جدا في الدول المتوسطه الانجاب فيها قليله، انها قادره تصرف كويس على التعليم، قادره تصرف كويس على الصحه، كل الحاجات دي بتبقى من الامور المهمه جدا. حضرتك قلتي تصريح مهم النهارده ورقم يعني خطير الحقيقه، 400 مليار دولار اتصرفوا لتحسين حياه المواطن من 2014 لغايه دلوقتي. مظبوط يا فندم. يعني ده كل طرق، شبكه كهرباء، شبكه طرق، مشروعات قوميه، طابتين ترع، كباري، محاور، كل الحاجات دي الحقيقه يعني توصيل صرف صحي، كل ده يعني مشروعات هامه جدا هدفها تحسين جودة الحياة للمواطن المصري. يعني زي ما قلنا تحدي الزيادة السكانية هو تحدي كل مهما نصرف ومهما نعمل ومهما يعني نشتغل في الملفات، لكن ده هيخصم من أي إنجاز يتحقق على الأرض. طيب هو في المشروع ده يا فندم في يعني ميزانية أو حاجة مرصودة ليه، ولا هو جهد أولا من الحكومة وجهد المجتمع، ودي نقطة مهمة برضو، منظمات المجتمع المدني وكل الجهات اللي تقدر تشتغل معانا؟ بصي حضرتك طبعا احنا في كحكومه احنا عاملين له ميزانيه، لكل جهه بتشتغل عاملين ميزانيه للجزء المحور الثقافي، ميزانيه للجزء المحور التحول الرقمي، ميزانيه للصحه، تحويل وحدات التكامل لوحدات انتاجيه وصحه مراه. كل محور عندنا له تمكين اقتصادي، كل محور له الميزانيه بتاعته. عندنا المرصد اللي هالتحول الرقمي ده، فيبقى عندي مرصد اقدر ان انا اشوف كل تدخل واشوف النهارده تأثيره إيه على خصائص السكان وعلى الزيادة السكانية. في ممكن في منطقة على فكرة يبقى في تدخل مش مؤثر زي تدخل تاني يعني. فالنهاردة برضو يبقى مهم جدا عملية الرصد والمتابعة والتقييم. فطبعا لكل محور في ميزانية زائد الحافز الإيجابي، ولكن ده لا يمنع أن هناك دور هام جدا للمجتمع المدني، هم بيقدروا يوصلوا الناس للشارع، دور مهم جدا للقطاع الخاص، وهم الاثنين شركاء معانا في كل الحقيقه، مش بس في المشروع ده ولكن في كل خطط الدوله وفي كل خطط التنميه. يعني مصر بتؤمن بالشراكه التشاركيه، ده يعني مبدا مهم جدا الدوله المصريه وضعته ل يعني التشاركيه في كل خططها وفي كل رؤيه. دكتورة هالة طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة القيمة دي، ومش عايزة تقلع حضرتك أكتر من كده عشان طبعا أكيد مجهدة وتعبانة، بس إن شاء الله الحديث بقية ونفضل على تواصل ونتابع كل خطوات طبعا المشروع المهم ده، ربنا يساعد الجميع. بشكرك شكرا جزيلا سيادة الوزيرة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشكرك يا فندم. طيب نرجع برضو لكلمات أو رسالة من الرسائل المهمة للرئيس النهاردة، يمكن إحنا أشرنا إليها في سياق الكلام لما اتكلمنا عن حجم التحديات وحجم الملفات اللي محتاجة إن الكل يشتغل فيها. قال الرئيس نصا كده إن دي مسؤولية مشتركة، إنه القضية الخاصة بمصر هي قضية مشتركة، ما هياش قضية سلطة بس لوحدها يعني، ولازم يكون في عمل مجتمعي، وإن إحنا نكون كلنا في إيدين بعض علشان نقدر نحقق إن يكون في إنجاز على الأرض. واتكلم النهاردة الرئيس برضو قال أنا زيكم ومعاكم ومنكم، ولو مش قادر والله همشي. يعني الرئيس هنا برضو بيتكلم على ان القصة مش قصة مفيش مكسب، لان الحمل تقيل والشغل يعني كبير جدا جدا، فمحتاج ان احنا كلنا نبقى فعلا شغالين، كل واحد يبقى في منطقته، كل واحد يقدر في ملفه يشتغل علشان فعلا مستقبل البلد دي ومستقبل اولادنا. نتابع. انا كانت الرسالة اللي عايز اوصلها للناس ان القضية بتاعت مصر قضية مشتركة وليست قضية السلطة المسؤولين النظام، لا مفيش نظام في مصر، في دولة مع بعضها، انا زيكم وانا معاكم
وأنا منكم، ولو مش قادر والله 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 لا افتح الباب واديكوا التحية وامشي. يعني اعملها مظبوط كلنا. ياللي مش قادر يجابه ده ومش عارف يجابه ده، يعني دي أمانة في رقبتنا قدام ربنا. مستقبل الناس ديت والأطفال ديت اللي طالعة دي أمانة قدام ربنا. يا عم الشيخة اللي بتتكلم، يا قداسة ال يعني ال أخونا أي المكان اللي بيتكلم في الكنيسة أو المسجد أو كده، من فضلك القضية كبيرة قوي. يا ابني اللي في التعليم القضية كبيرة قوي. العالم الموجود النهاردة تقدم جدا، والمعدل الحرج بتاعنا معدل مازال متواضع. احنا أول طالب هنعلمه ونقول ان احنا وصلنا ان احنا علمناه كويس لو ساعدتونا بعد 16 سنة. ولا انا بقول كلام دكتور طارق مش كده يا فندم؟ لا انا بتكلم بعد الجامعة. يعني بعد الجامعة. بعد الجامعة. التعليم العام وثم التعليم الجامعي. اتفضل استريح. مش كده؟ 6 و6 و4 ده اللي هو مش كده ولا انا مش قادر احسب؟ اي فندم 6 و6 و4 مش كده؟ اي فندم. يعني عشان تشوفوا المستوى اللي احنا ممكن نكون، وبشرط ان تساعدونا. طب الصوره اللي جت هنا لام عندها طفل او طفلين، بتقدر تقعد كل يوم ساعتين عشان رعايه؟ انا بقول كلام مش سته. يعني احنا اختزلنا العلاقه بين الراجل. حتى الراجل بيقول لك انا ايه بخليه يشتغل عشان يساعدني. يساعدني عشان ايه؟ عشان ناكل. ما انت الوظيفه اللي عندك ايه؟ انت مرتباتك في مصر مرتبات دنيا. مرتبات ايه يا فندم؟ هو حد يقول في الموقع اللي انا فيه الكلام اللي انا بقوله ده؟ ايوه مرتبات دنيا، مرتبات منخفضه. زي ما بنتابع وزي ما شايفين، يعني طبعا محتاجين شغل وناس عايزه حياتها تكون افضل بكل تاكيد، وتعيش حياه كريمه. فبالتالي انك تشتغل في تعليم، في صحه، في سكن، في توفير فرص عمل، في مواجهه حجم الزياده السكانيه اللي بيتزايد طبعا يعني سنويا بمعدل غير مسبوق الحقيقه. فلما تتكلم بقى على مبادرات ومشروعات وانها تكون كلها تتكامل وبتسابق الزمن علشان يعني يبقى فيها الأثر المطلوب يوصل للمواطن في أسرع وقت، من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لمبادرة حياة كريمة. والنهاردة الجديد في الموضوع ده أن دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وآية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة قاموا بتوقيع بروتوكول تعاون الهدف منه تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ محور بناء الإنسان المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نفهم تفاصيل أكتر معانا على التليفون أستاذ حمدي ممدوح عضو قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة. مساء الخير يا أستاذ حمدي. مساء الخير يا فندم ومساء الخير على المشاهدين جميعا. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. يعني ده إرساء للمبدأ اللي بنتكلم فيه، إنه لازم يكون فيه شراكة والكل مدعو إنه يشتغل مع بعض إيد بإيد عشان نحقق الأهداف اللي بنتكلم عليها. عن حياة كريمة وبروتوكول تعاون ما بين المؤسسة وما بين وزارة الثقافة، كلمني عن أهمية ده يا فندم، وإيه محاور أو إيه طبيعة البروتوكول ده؟ تمام. هو طبعا يا فندم طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بمحور بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن المصري وتمكين الأسر من الحصول على الخدمات الثقافية بشكل هادف وبناء إنسان وهوية شخصية متكاملة كحق من حقوق الإنسان المصري اللي بتسعى مصر لتحقيقها بشكل فعال. كانت المبادرة اللي تم توقيعها بالأمس ما بين وزارة الثقافة المصرية وبين مؤسسة حياة كريمة كشريك أصيل من أجل مشروع بناء الشخصية المصرية. طبعا وزارة الثقافة المصرية لا يخفى طبعا على الجميع الدور اللي بتقوم بيه وبتقوم بيه هيئاتها المختلفة في كل محافظات مصر علشان تقوم وتلعب الدور الأكبر في تشكيل الهوية المصرية. نعم. وطبعا جاءت المبادرة ما بين مؤسسة حياة كريمة وما بين وزارة الثقافة من أجل بناء وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال بروتوكول تعاون بيدور حوالين 4 محاور. كان المحور الأول هو محور التثقيف
والمحور الثاني كان التوعية ثم اكتشاف المواهب والتنسيق الحضاري. لو جينا للمحور الأول ألا وهو محور التثقيف، فكان تحت بعض من المحاور الفرعية أهمها إنشاء الخريطة الثقافية. وطبعا الخريطة الثقافية في مصر طبعا هتختلف تماما عن خريطة الجغرافية، فالمقصود بيها إنها تبقى خريطة متكاملة الأركان، من خلالها بيتم تغطية المسارات الثقافية اللازمة لكل محافظة من أجل وضع بقى الخطط اللي هيتم بناء عليها بعض من الندوات والفعاليات ومعارض الفنون، القوافل الثقافية والمهرجانات المحلية طبعا وفق احتياجات كل قرية في محافظات مصر. تمام يا فندم. يمكن دي كانت النقطة الأولى اللي هي الخريطة الثقافية لمصر. النقطة الثانية برضو ضمن محور التثقيف كان مشروع كتابك، وده يمكن المشروع جديد بيختلف شوية كده عن المكتبات اللي كان السيد الرئيس يفتتح أولها منذ شهور في قرية المراجدة في قنا، اللي كان إن شاء الله يبلغ عددها ما يزيد عن 483 مكتبة قابلة للزيادة. ويمكن مشروع كتابك أحد المشروعات اللي بتستهدف بيها البروتوكول إن هو يعزز الثقافة وينشر المعرفة ما بين أبناء القرى المستهدفة في المبادرة، عن طريق إن احنا إنشاء منافذ لتوزيع الكتب اللي بتنشرها وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب وكل ومختلف الهيئات التابعة طبعا لوزارة الثقافة. أي فندم. بأسعار طبعا ملائمة تلائم المستوى المعيشي لأبنائنا ولأسرنا في القرى المختلفة. تمام، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ حمدي ممدوح عضو قطاع التنمية المتكاملة بأستاذ حياة كريمة، شكرا لحضرتك يا فندم. خلينا دلوقتي نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم، وبالتأكيد لازم نشوف اللي بيحصل، الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بيتم فيها، طبعا متابعين المسألة يعني مولعها الحقيقة، يعني ما بين اتهامات متبادلة روسية أوكرانية، موقف أوروبي عمال يصعد، موقف روسي يعني بيتكلم على إنه كل هذه العقوبات وكل هذا التصعيد الغرب والعقوبات والمساعدات العسكرية كمان كلها ملهاش أي قيمة، أو زي ما قال بوتين النهاردة إن الغرب إمبراطورية من الكذب. خلونا بعد الفاصل نفهم الجديد وإيه اللي بيحصل على الأرض. طبعا كل دقيقة في عواجل، في أخبار جديدة، في تصريحات من القادة الغربيين، من روسيا، من أوكرانيا، من مجلس أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، اللي يمكن قبل ما نطلع على الهواء يعني أعتقد أنها ما زالت منعقدة حتى هذه اللحظة. وطبعا كلمات من الرؤساء فيها من التنديد وفيها من الاعتراض، وطبعا في برضو الحديث عن أو اتهامات متبادلة ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني حوالين مين السبب في هذه الأزمة. لكن خليني أقول لحضرتكم كده عناوين سريعة. الاتحاد الأوروبي أعلن تجميد نصف الاحتياط، طبعا احنا فيها جمله من العقوبات الاقتصاديه، وكل شويه بيكون في موجه جديده او بيكون في عقوبات اكتر. كنا وصلنا طبعا لمساله السويفت، لكن بقى في كلام بقى عن تجميد الاحتياطي المالي للبنك المركزي الروسي. كمان الاتحاد الاوروبي قرر تخصيص 450 مليون يورو لشراء اسلحه لاوكرانيا، ده طبعا لاول مره يتم تصريح الكلام ده بهذا الشكل بالشكل المباشر بارقام بعينها. يمكن احنا شفنا طبعا محاولات فردية من قبل دول أوروبية انها تبعت سلاح ومساعدات عسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت اعلنت على لسان بايدن انه 350 مليون دولار كان مساعدات عسكرية هتروح لأوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية تحظر التعامل بشكل فوري مع البنك الروسي المركزي. الاتحاد الأوروبي بالكامل كده أغلق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات الروسية. طبعا موضوع حظر الطيران ده كنا بنشوفه برضو على مراحل، كل دولة تطلع وتقول أنا أغلقت المجال وما فيش طيران على روسيا، لكن وقت كده ده موقف جماعي. بوتين بقى في الاخر قال يعني كل الكلام ده طبعا قال ردا عليه انه الغرب امبراطوريه من الاكاذيب، ده غير طبعا التصريح الخطير والقوي اللي كنا تابعناه امبارح لما اتكلم عن حاله استعداد، ووجه كلامه طبعا لوزير الدفاع ورئيس الاركان الروسي انه يخلي الردع النووي في حاله استعداد وتاهب. والحقيقه لما يعني اتسال عدد من المسؤولين الروس بخصوص التصريح ده والتصعيد ده وانه مش في وقته ومش في مكانه واوكرانيا ما هياش تهديد يعني بدرجة انك تستخدم السلاح النووي، اتقال انه ما كناش احنا اصحاب التهديد. التهديد ده في بداية الامر
جي على لسان جو بايدن لما قال ان اللي بتعمله روسيا ده هيبقى الرد عليها بحاجتين، يا اما العقوبات الاقتصاديه يا اما مواجهه او حرب نوويه. فبالتالي ان الرئيس الروسي شيء طبيعي انه كمان يكون مستعد ويتاهب لاي طبعا طارئ او اي مواجهه محتمله. ويمكن اوروبا كمان النهارده برضو اتكلموا عن يعني استعداد برضو لمساله السلاح النووي. في برضو عندنا وزارة الدفاع الروسية قالت احنا مش احنا اللي بدأنا الحرب لكن احنا اللي هننهيها. ده غير طبعا قصة المفاوضات وانه اي حروب واي مواجهات عسكرية في نهاية الامر انت عايز تقعد على طاولة التفاوض وعايز يبقى فيه مكاسب او توصل لحل. الحل او اللي بيحصل دلوقتي انه كان الرئيس الاوكراني بيقول انا مش هنقعد في التفاوض غير لما روسيا توقف القتال. طلع بوتين طلع الجانب الروسي قال لا احنا عملياتنا القتاليه والعسكريه هتفضل مستمر. كان في اشكاليه حوالين المكان وبعدين وصلنا كانوا رافضين طبعا بيلاروسيا باعتبار ان كان اول طلعات او اول هجوم كان من الاراضي البيلاروسيه. في الاخر وافقوا على ده ويبقى تفاوض عند الحدود الاوكرانيه البيلاروسيه. بخصوص التفاوض في كلام بقى طالع دلوقتي من الجانب الروسي ومن الجانب الاوكراني ان المساله مش يعني في افضل حاجه وانه في تعنت. خليني اقولها كده برضو ايه نصا من كلامه. المفاوضين الاوكران بيقولوا ان الجانب الروسي في المفاوضات كان متحيزا، والاوكران برضو بيقولوا المحادثات مع روسيا في بيلاروسيا صعبه. الوفد الروسي في التفاوض بيقول الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد في الأيام القليلة المقبلة. اتقال برضو انه تم تحديد سلسلة أولويات ومواضيع هتتطلب بعض القرارات وبعض الوقت. بقى السؤال دلوقتي هل هتفضل العمليات العسكرية مستمرة لحين الوصول لحل تفاوضي توافقي ترضى عنه الطرف الروسي والطرف الاوكراني؟ طبعا هذه المساله لسه ما تمش حسمها. وطئه او تسارع العمليات العسكريه نقدر نقول انها بتحفظ روسي بعض الشيء. على لسان قيادات عسكريه روسيه بيكلموا على ان احنا كنا بنعمل العمليه العسكريه بمشرط جراح او عمليه دقيقه عشان برضو استهداف المدنيين وما يبقاش فيه خسائر بشريه، فبالتالي ده بيتطلب بعض الوقت. فالسؤال هيفضل ده ماشي مع ده بالتوازي؟ هل هيبقى فيه وقف الاطلاق النيران، وقف العمليات العسكريه؟ واضح طبعا من اللي احنا بنشوفه بنتابعه ده ان المساله دي مستبعد. لما نروح للامم المتحده دلوقتي بقى في حديث ودي اشكاليه محدش عارف ازاي هيتم تطبيقها. لما اتفتح الموضوع والازمه دي في مجلس الامن اول مره طبعا كان في فيتو روسي باعتبار روسيا طبعا دوله دائمه العضويه وهي عضو طبعا دائم في مجلس الامن، فحصل الفيتو الروسي. طلعت الدول بقى واوكرانيا وغيرها يقول لك ايه، طب احنا عايزين نشوف مخرج نطلع روسيا، ما ينفعش تكون هي تخضع للمساءله والمحاسبه وتستخدم الفيتو، فعايزين نحيها. هل ده هينفع؟ هل اجرائيا؟ هل الامم المتحده يعني في مخرج قانوني؟ يعني محدش فاهم حتى هذه اللحظه. في مجلس الامن النهارده برضو أو في الأمم المتحدة النهاردة بقى الكلام عن مقاطعة شاملة، بقى في حديث خاصة من الجانب الصيني أنه اللي بيحصل ده هيؤدي لمواجهة شاملة وتصعيد في العالم كله. احنا عارفين طبعا أن في موقف صيني يعني مش عارف استخدم التعبير ايه، يعني مش هقدر اقول لا مؤيد ولا مساعد بس هو يعني في تنسيق روسي صيني. فبالتالي يعني ايه دي كده ابرز العناوين اللي حصلت النهارده. على مستوى بقى جامعه الدول العربيه سريعا كده، لان احنا قلنا طبعا ان القاهره دعت لاجتماع طارئ لجامعه الدول العربيه لمناقشه طبعا الوضع والازمه الروسيه الاوكرانيه. النهارده مجلس جامعه الدول العربيه على مستوى المندوبين الدائمين اعربوا عن القلق ازاء تطورات الاحداث الجاريه في اوكرانيا وتاييد جميع الجهود الراميه لحل هذه الازمه من خلال الحوار والدبلوماسيه وبما يحفظ وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم. والمجلس أوصى بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري. المجموعة دي هتتولى متابعة كل الإجراءات المتعلقة طبعا بالمشاورات والاتصالات اللي هتتم مع الأطراف المعنية. الهدف أنه عايزين نساهم في إيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة. تم تكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.
في كل اللي احنا بنتكلم فيه ده والعالم والقلق والنووي وكل الحاجات دي، لكن خلونا نقول بقى على مستوى الداخل المصري، الحديث الحقيقة دلوقتي انه خارطة العالم بتتغير وان التحالفات، فانت بتدور على مصالحك، بتدور على استقرارك، بتدور على وضعك الداخلي. لما نتكلم على اهم تحدي كان بيواجه الدولة المصرية هو تحدي متعلق بمواجهة الارهاب، النهاردة بنسمع اشادات دولية لمصر في التعامل في هذا الملف. تقرير صادر عن الامم المتحدة مقدم إلى مجلس الأمن الدولي خلال النصف الثاني من عام 2021 بخصوص التهديد اللي بيشكله تنظيم داعش الإرهابي على السلم والأمن الدوليين. اتكلم التقرير عن نجاح الدولة المصرية في مكافحة التنظيم. التقرير قال ان مصر شهدت انخفاض في نشاط تنظيم انصار بيت المقدس المنتمي لتنظيم داعش الارهابي، وقال انه من 2019 لم يتم نسب اي هجوم ارهابي في مصر لتنظيم داعش او القاعده، وكمان ان هم ما اعلنوش مسؤوليتهم عن اي هجوم. التقرير برضو قال ان الفضل في ده يعود للنجاحات اللي قامت بيها الدوله المصريه في عمليات مكافحه الارهاب، وان ده اللي ادى انه يبقى في انشقاق لقاده التنظيم الارهابي، وان الانشقاق ده اضعف الروح المعنويه وخلى فيه انطباع عند افراد هذه التنظيمات ان الجماعه اخذه في الانحسار. التقرير كمان اثنى على جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، واللي لعبت دور هام كمان في ضعف هذه التنظيمات الإرهابية. وقال التقرير ان مصر زودت من حجم الاستثمارات العامة، ده كلام مهم جدا ولأول مرة بيحصل، في مجالات البنية التحتية، النقل والإسكان. فين؟ مش في عموم مصر، في سيناء. في سيناء لأول مرة يبقى في شغل في البنية التحتية والنقل والإسكان يحصل في هذه البقعة الغالية اللي كان طبعا بتشهد عمليات دمية، عمليات إرهابية. ويمكن نسترجع كده كلمات الرئيس لما قالك انتوا عرفتوا هم ليه مش عايزيننا ندخل سيناء، هم مش عايزين التنمية، كان الإرهاب عايز يكون هو ليه الساحة الفضاء، هو يرتع في هذه الأرض. فبالتالي انت لما بتواجهه بتنمية وبتواجهه بمشاريع والكلام ده كله بتكشف الغطاء عنه، ما بيبقاش ليه مكان أو موطئ قدم. فبالتالي تقرير في منتهى الأهمية بيكشف الحمد لله يا رب ازاي مصر نجحت في مواجهة الإرهاب. نفتكر طبعا العملية الشاملة لمواجهة الإرهاب في سيناء، والحمد لله أتت ثمارها زي ما احنا بنتابع وبالإشادة الدولية اللي طبعا تم يعني إدراجها في تقرير لمجلس الأمن. خلونا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ملناش دعوه بكل اللي بيحصل ده بقى يعني، ولا يعني ناخد كده نفسنا وخلاص، كلها ايام ان شاء الله، وكل سنه وحدكم طيبين، وشهر رمضان الكريم يعود علينا بكل خير باذن الله يا رب. فهنروح عن نفسنا شويه، وطبعا دايما كما هي العاده في شهر رمضان بيكون كده في يعني باقه متنوعه من الاعمال الدراميه، فهنبص عليها ونشوف برضو ايه اللي بيحصل والوجبه الرمضانيه بقى الدراميه الفنيه، ان ده شيء مهم لما بنتكلم على القوة الناعمه ونتكلم على اعمال قيمه واعمال ليها رساله ويكون ليها هدف. فهنبص على الأعمال الدرامية في شهر رمضان الكريم إن شاء الله، وده هيكون مع الناقد الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي اللي هيشرفنا في الحياة اليوم. وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم. برعاية رئيس مجلس الوزراء، ولأول مرة في مصر انعقد مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رؤية لمستقبل أفضل، لبحث سبل تخطي تبعات الكورونا وعدواها بالتوعية والعلاج، بالتكامل ما بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي والإقليمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. تمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاكل إنسانية عديدة، منها الحروب ومنها الكوارث التي هي نتيجة تغيير المناخ، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، مما يجعل لدور جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المنطقة والمتطوعين دورا أساسيا للتعرف على الأشخاص الأكثر حاجة وتقديم المساعدة إليهم. المؤتمر ده أول مرة يقام في مصر، دوت عشان نبين أول حاجة الدور المحوري لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الفعاليات الدولية، بالإضافة إلى إبراز المشاكل أو التحديات اللي بنقابلها في الأزمات والكوارث وخصوصا تغيرات المناخ، ودور الجمعيات وخصوصا جمعية الهلال الأحمر المصري في الأزمات اللي شهدها العالم، بالإضافة إلى مساعدة الدول المجاورة وكيفية التنسيق مع الجمعيات الشريكة. بنناقش كيف ممكن نتعامل في المدى البعيد مع تأثير الكورونا، برضو بنناقش كيف
نتعامل مع تأثير المناخي، العواصف والجفاف والحرائق اللي صارت سنة عن سنة تزيد. دورنا كجمعيات هلال أحمر وصليب أحمر التدخل السريع، الاستجابة السريعة. تعد جمعية الهلال الأحمر المصري أحد أزرع الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، حيث أطلقت قوافل للأدوية والحماية الشخصية والتدخلات العلاجية الطارئة، بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية ومخيمات فرز استفاد منها 150 ألف شخص على مستوى الجمهورية. محمد سلامة، الحياة اليوم. نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. زي ما قلت كده من شوية، يعني هنلتقط أنفاسنا وناخد هدنة كده من الأحداث الساخنة والمعارك واللي بيحصل في العالم. والحقيقة المواطن المصري هو مشدود بطبيعة الحال. صحيح الموضوع ده بعيد عننا، لكن يعني هيأثر على الجميع اقتصاديا وغيره. بس خلينا شوية، احنا داخلين على شهر كريم وكل سنة وحدكم طيبين وربنا يصلح الحال إن شاء الله في العالم كله وعندنا. نبص بقى على اللي هيبقى نشوفه في التلفزيون، وطبعا كما هي العادة في شهر رمضان بيكون في وجبة متنوعة من الأعمال الدرامية، وفي الكام سنة الأخيرة الحقيقة مع الإنتاج الضخم والكبير والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي دخلت ووزنت العملية شوية، ما بقاش العمل هو يعني النجم الأوحد البطل الوحيد، لكن بقينا نشوف فيه كوكبة وفي المسلسلات اللي هي 15 حلقة والمتصلة المنفصلة وغيرها. والتنوع ده كمان إن شاء الله هنشوفه في شهر رمضان من خلال عدد كبير من الأعمال التلفزيونية. بنتكلم في حوالي 14 مسلسل. التنوع كمان جاي من انه في منها الكوميدي وفي الصعيدي وفي الاجتماعي وفي الاكشن، ففي كل يعني ايه ترضي كل الاذواق ان شاء الله، وتبقى الاسره المصريه عندها بدائل وعندها تنوع كبير تقدر من خلاله انها تختار وتقرر وتنبسط ان شاء الله تعالى. معانا ومشرفنا في الحياه اليوم الناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. الحديث معاه طبعا دايما ممتع بكتير من التفاصيل والرؤيه الفنية النقدية الهامة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ طارق، مشرفنا. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل سنة وكل المشاهدين العرب طيبين. فعلا رمضان بيخبط على الأبواب والاستعداد للدراما بيبقى رقم واحد. صحيح. بس أنا حاسة إن إحنا بقينا دلوقتي يعني كام سنة ما بقيناش في إيه الزنقة دي اللي هي في آخر لحظة، بقت الناس شوية بتشتغل وبتجهز وبتحضر حتى بأكبر كم من الحلقات فتبقى داخلة مرتاحة. شايف أو انطباعك في الجزئية دي وأهميتها كمان؟ هي طبعا مهمة جدا، بس مش عايزين نقول إن الصورة يعني جميلة قوي. أكيد. لأنه في أكتر من وحدة تصوير وأكتر من مسلسل ومعلن، ده مش كلام سري. أيوة صحيح. بدأت تشتغل، طالما في أكتر من وحدة يعني معناها إن أنت بتسابق الأيام. بس أوكي، بس ده معناه برضو أعمال كتيرة كده. لا، وبدأوا بدري، يعني كان زمان نبتدي نقرا على الوحده الثانيه والوحده الثالثه واحنا في رمضان. احنا لسه في رجب. كويس، حلو، في تقدم. معناها ان هم بداوا من دلوقتي، لانه ما انا هقول عشان الناس تستغرب يعني. اتفضل. يعني فكره الوحده الثانيه والوحده الثالثه دي حاجه جديده على الناس. الناس عاده يقول لك ده مسلسل يحيى العالمي، محمد فاضل، نور الدمرداش، انعام محمد علي. فكره ان يبقى في اكتر من وحده تصوير دي جديده شويه. اللي بيحصل ان المخرج بيبقى في مشاهد بيبقى هو كمان عامل الديكوباج بتاعها. تمام. ديكوباج يعني التقطيع الفني، حجم اللقطه وحركه الممثل والعدسه، كل التفاصيل دي. كويس. ولكن بتبقى بالنسبه واخده وقت يعني وزمن في التنفيذ، بتحتاج لزمن في التنفيذ. فدي ممكن الوحدات الثانيه تشتغل فيها في موازي لشغل المخرج. ومن هنا بيبقى العمل شوي في طعم مخرج واحد. مش متعددين، مش عدد ضخم يعني، ممكن في التلات كذا اسم كوحده كوحده تصوير. لكن الحقيقه انه في الاخر هو مخرج واحد، وكويس ما بداوا بدري عشان يلاحقوا الزمن. عرفت طبعا استاذ طارق، وتابعت الاعمال اللي هتتعرض في شهر رمضان بقى. سواء بقى في الحياه، في اون، في دي ام سي، في كل القنوات، سي بي سي وغيرها. اول انطباع كده كان عامل ازاي؟ التنوع. يعني الحقيقه انه فيها زي ما انت قلت في الاول، في كوميديا، في اكشن، في كمان حاجه مهمه، وجود احيانا. هو السنه اللي فاتت كان موجود اكتر من نجم زي الاختيار. يعني كان كريم وميكي، ودي كانت يعني قفزه، وكان السقه موجود كويس. كان في ضيوف شرف كتير ونجوم كبير. كان في ضيوف شرف كتير ونجوم كبير. ايوه ايوه. يعني كان في اكتر من نجم في عمل واحد. كويس.
المره دي ده موجود وحتى بقوا نجمين وثلاثه، لكن مش ده هو يعني مش ده المعيار الحقيقه، ما هوش ده المعيار المطلق. المعيار المطلق هو طب هنقدم ايه من خلال كل هؤلاء النجوم. التنوع ده ازاي بيبقى فيه اسراء للاعمال نفسها او للخريطه نفسها وينعكس على المتلقي كمان، لانه كان دايما الاسر محصوره في نوع معين او نوعين ويبقى المفضله مش احسن حاجه، فدي برضو ازاي مهمه؟ لانها بتلقي الكره في ملعب الجمهور. انت عندك بقى يعني مائده حافله واطباق متعدده تختار، في نفس الوقت بيحصل صراع جميل والفن بينتعش بالتنافس. يعني مؤكد لما تلاقي مثلا عمل فني بطولة رمضان وعمل آخر بطولة كريم وعز وده بالك وفلان وعلان والسقة في عمل واحد، كل حد بيفكر ازاي انا ايه اللي ممكن اقدمه يبقى اكثر جاذبية واكثر حضورا عند الناس مع التنوع. يعني مثلا لما تلاقي ميكي هيرجع بعد سنوات عديدة يعمل الجزء السادس كبير قوي، دي برضو خطوة جميلة، لانه اولا هو كان وصلنا للخامس وبقالنا يمكن اربع سنين او خمس سنين متوقف، فبقى فيه ترقب. طب بعد مرور هذا الزمن ايه اللي ممكن يحصل؟ فهيدي خيال اكتر للكاتب لكاتب الدراما وللمخرج. يعني السنوات دي مش يعني بتكسر التسلسل اللي هو الزمن الكبير، لكن كمان الجانب الايجابي بتاعها ايه؟ انك ممكن تخلقك او تخلق لك عالم اخر غير اللي انت كنت ماشي فيه. عشان كده لما شفناه في الاختيار فنان احمد مكي كانت المساله مختلفه، فانت برضو اديته مساحه بدل ما يبقى كبير قوي كل سنه كل رمضان، لا بقى في اختيار مختلف او اختيار مختلف في مسلسل الاختيار، فشغل تاني. لا مكي الحقيقه يعني هو ممثل طبعا، وانا جميل. مبسوط قوي من السنه اللي فاتت كان في رهان من بيتر ميمي المخرج على وجه في المنطقه دي حطه في المنطقه دي غير مألوف لميك صحيح الدور دمه خفيف. هو كريم عمل دويتو هايل لازم نعترف، والاختيار اتنين انجح مسلسل رمضاني جماهيري، قوه الجذب فيه عاليه جدا. المفاجاه كانت مكي، لانه ما احنا كلنا عارفين كريم عنده باع طويل في السكه دي. مكي فعلا راح في سكه تانية في نغمه اخرى، ولكن حضوره مبهج على القلب. يعني زيح الشخصية جادة جدا، ضابط شرطة جد، يعني مفيش أكتر من كده جدية بيشارك في معارك، ولكن كان فيه حضور أيضا مبهج. فكريم مكي الذكاء إن أنت كسرت بحاجة ورجعت تاني بعد الزمن ده تكمل المسيرة بتاعت الكبير قوي. طيب إيه تاني برضو من الأعمال؟ طبعا عندي قايمة يعني من المسلسلات اللي هتتعرض. قولي كل مسلسل كده نمر عليه بسرعة. خلينا الاول جبنا سيره الاختيار. مسلسل الاختيار بقى في جزءه الجديد الجزء الثالث، برضو يعني نجوم من العيار الثقيل موجودين فيه. كريم عبد العزيز طبعا مازال مستمر، احمد السقا داخل طبعا في الموضوع، احمد عز وياسر جلال. دي طبعا دي قوه رباعيه. قوه رباعيه صحيح. قوه جذب رباعيه. عايز اقول انه النجاح بيخوف. قد يبدو عند الناس النجاح شيء مبهج طبعا، لكن الجانب الاخر للنجاح ايه؟ انا بسميه اشواك النجاح، الخوف. لما نجح الاختيار الاول الجزء الاول ونجح نجاح طاغي الحقيقه، كان طب هنعمل الجزء الثاني ازاي نعلي؟ يعني كان مساله غريبه، انا وصلت للذروه. الجزء الثاني السنه اللي فاتت فعلا بيتر ميمي وهاني سرحان الكاتب، بيتر طبعا المخرج، علوا على الجزء الاول جماهيريا كمان فنيا وجماهيريا، وبقت الرؤيه اللي هي مزدوجه بين الدرامي الحاله الدراميه والحاله التسجيليه او التوثيقيه، هو ده عمق العمل الفني. ليه توثيق؟ لان الاحداث المتلقي بنسبه 90% على الاقل عاصرها وشافها فلازم في توثيق، والتوثيق كان قوي جدا. التوثيق كمان للي ما شافش، للاولاد الصغيرين اللي كانوا في السن ده مظبوط. فده برضو انت بتوثق وده بترجع له تقول له ده حصل كذا واللي شاف متاكد ان ده حصل، لانه كان دايما في وثيقه. صح، واحيانا الوثيقه كانت بتبقى من الجانب الاخر. يعني من اللي هم كانوا في رابعه بشهاداتهم وبكلامهم بكلامهم بتصويرهم صوروا حاجات واخذ بيها. يعني عايز اقول ده هو ده العمق بتاع العمل الفني، ان انت معاك وثيقه. كمان في خيال درامي، ودخلت عند المتطرف دينيا بقانونه مش بقانونك. يعني احنا شفنا المتطرفين حتى من رجال الشرطه ازاي بيتم غسيل مخهم، ده كان مهم قوي. ودي جرأه من الدوله
ان هي سمحت بالهامش ده، ما كانش ده مسموح بيه قوي انك تتكلم عن ضابط شرطة وازاي خدوه لجانب الاخر. لكن الحقيقة ده كان خطوة عظيمة، لان في الاخر انت شفت كل حاجة كمتلقي وعندك قدرة انك تحكم باللي انت شفته. قبل ما نسيب مسلسل الاختيار، لان برضو في كتير من الاعمال الماشية في السياق ده ليها علاقة بقضية الوعي، التحدي اللي الدولة المصرية بشغالة عليه، يعني برضو انك تخدم على ده مش بالمباشرة، لكن اعمال فنية، القوى الناعمة اللي تفهمك تعرفك، وفي كمان هجمة مرتدة اتنين هيبقى معانا في رمضان ده، صح. فبرضو قضية الوعي والدراما. برافو، ده جزء مهم قوي، ان لازم فكرة بقى ان انا ألقن الناس واحد اتنين تلاتة اربعة اعمل كذا، دي انتهت. خلي المتلقي المتفرج يقول ويشوف كل حاجة، ففعلا ودي قضية وعي. تبادل له كل شيء وبصدق، يعني حتى المسكوت عنه اللي انت كنت قلقان تقدمه انه قد يساء فهمه قدمته، ورحت لوجهة النظر الاخرى وقدمتها باسلوبها وباللي هي شايفاه. الضابط الخاين شفناه، ما خفناش ان احنا نشوف ضابط خائن كويس، فشفنا ايه دوافعه وايه حكايته وايه يعني. فعايز اقول ان الافكار دي كلها هي في الاخر بتخدم على معنى الوعي. الوعي ان الكرة في ملعب الجمهور، الوعي في الاخر معناها انك انت بتثق في الناس والناس هتحكم. طيب خلينا بقى نشوف الخريطة الرمضانية على شاشة الحياة. اولا عندنا خمس مسلسلات، اول حاجة جزيرة غمام بطولة طارق فوقي، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، احمد امين، ومي عز الدين، مع احترامنا طبعا للجميع كلهم نجوم، والاخراج لحسن المنباوي، حسين المنباوي، والتاليف لعبد الرحيم كمال. يعني كل الاحترام طبعا، والانتاج للسينرجي. بصي عبد الرحيم وحسين المنباوي يعني دويتو جميل، رائعين، حاجات قيمه تقيله، صح، عملت تقيله. وعبد الرحيم عنده يعني راجل بيقعد يكتب بجد، وقبل ما بيمسك القلم بيقرا كتير، زي ما شفنا سنه فاتت القاهره كابول مثلا، طبعا قاعد يشتغل قاعد يفكر كويس. وحسين المنباوي من اكتر المخرجين اللي في السنوات او في العقد الاخير ده كمخرج دراما متميز، حتى اخرج للسينما متميز. فطارق لطفي من النجوم اللي انا بتحمس لهم جدا. شفتي في القاهره كابول كان عامل ازاي؟ يعني تقمص يعني اكتر من حياه الدور نفسها كمان، يعني كان رائع. طارق الممثل اللي جواه هو اللي بيدفعه، هو سر نجوميته. يعني في ناس وهج كويس، وهج ياخدك في الاول وبعد كده الممثل، لا، طارق الممثل ثم الوهج. عشان كده زي ما اقول لك على نار هاديه طارق، لان انا معاصر طارق يعني عمره يمكن قرابه ربع قرن في الحياه الفنيه، وده رقم كبير قطعا. بيمشي خطوه خطوه، بس لما بيعبر خطوه تبقى علامة يتشبث بها. وانا مبسوط انه الثلاثي ده ان صح التعبير، عبد الرحيم والمنباوي وطارق مكملين، لان القاهره كابول كان اطلاله مهمه قوي على التطرف الديني، وده بس تحس ان في دويتو برضو، يعني طارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب. يعني برضو فتحي يعني كانوا في القاهره كابول طبعا طبعا طبعا، فانا بتكلم ان في دويتو كده او في ثنائي ممكن انجح في عمل، فده يشجعني في انسجام في تناغم، فيبقى بوابه لنجاح العمل التاني. فتحي من النجوم اللي عمرهم طويل قوي، لسبب ان هو ما عندوش اشتراطات مبدئيه، فكره العمل مين الاول كاسم ومين المساحه، لا، بيراهن على الدور. عشان كده مع الزمن هتلاقي فتحي عبد الوهاب عنده رصيد ضخم جدا. مع الزمن هيبقى الرصيد، ليه بقى؟ لانه لم يشترط حاجه غير الدور. لكن انا رقم واحد، انا المساحه الاكبر، انا البطل المطلق، دي مش عند فتحي على الاطلاق. وده بيديله مساحه حلوه قوي، وممثل طبعا موهوب فتحي. عندنا برضو من المسلسلات اللي هتتعرض على شاشة الحياة إن شاء الله في شهر رمضان الكريم، مسلسل دايما عامر، البطولة لمصطفى شعبان، لبلبة، محمد محمود، الإخراج لمجدي الهواري، والتأليف لأحمد عبد الفتاح وأيمن سليم، والإنتاج للباترس. طيب احنا معانا على التليفون المؤلف أستاذ أحمد عبد الفتاح، ومشرف على كتابة المسلسل زي ما فهمت. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ان شاء الله عمل ناجح باذن الله وبالتوفيق يا رب. في ربنا يخليك. بس اصحح المعلومه الاول. اتفضل. هو المسلسل قصه الاستاذ مجدي الهواري. يعني قصه واخراج استاذ مجدي الهواري. ومشارك في التاليف فيه استاذ مايكل عادل، والاستاذ ايمن سليم،
ومشاركين في الورشة مع الأستاذة سمر هنداوي والأستاذة ندى، وأنا مشرف على الكتابة فقط. بس إيه ده كله؟ إيه ده كله أستاذ أحمد؟ يعني في كتيبة من المؤلفين. أنا والله لا، هم الناس عاملين شغلهم من البداية، أنا جيت بشرف قصر بس عشان بس يدي كل حد حقه، إن هم ناس كانوا شغالين وعاملين الموضوع، وأنا جيت عليهم مجرد إشراف بس، اللي مجرد بشرف على الموضوع عشان أنت عارفة يعني الخبرة بس. تمام. طيب انا عايز اقول لك وانت بتكلمنا يا استاذ احمد، احنا مشرفنا في الاستوديو طبعا وسامع حضرتك الناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. طبعا انا وسهلا بك يا استاذ طارق. اهلا اهلا استاذ احمد، اهلا بيك يعني مبروك مقدما. ربنا يخليك. طب استاذ احمد ادينا فكره كده بقى، يعني الاستاذ طارق سامعنا دلوقتي، فيعني ايه فكره المسلسل؟ بتدور حوالين ايه؟ مش هنحرق حاجه بس نبقى فاهمين. بس هو المسلسل بيتكلم في قضيه حساسه شويه، هي قضيه التعليم. الأزمة، المسافة اللي حصلة ما بين الأجيال وبعضها، في مسافة كبيرة ما بين المعلم والطالب، دي الأزمة اللي دايما بتحصل فيها مشاكل كتير قوي. دايما كنا بنتفرج على الأعمال اللي بتتكلم عن المدارس أو بتتكلم عن المدرسين أو الطلبة، إنها بتتكلم عن أزمة دروس خصوصية أو أزمة حياة شخصية للطلبة أو حاجة، لكن ما حدش يتكلم عن العلاقة بين المدارس والطالب. العلاقة اللي هي المسافة اللي احنا بنحاول نقربها في المسلسل، باعتبار إن احنا الجيل اللي طالع، طبعا الجيل طالع بسرعة صاروخ تطور تكنولوجي مرعب ورهيب جدا، مع أجيال سابقة اللي هم مدرسين ما خدوش حظهم من نفس الصدر ده من العلم ده، فبيبقى في مسافة كده، فتلاقي إن الطلبة أحيانا تبتون المدرس أصلا في بعض الحاجات. فاحنا نحاول نقرب المسافه، نشوف يعني مين اللي المفروض مين يشتغل على نفسه عشان نوصل لايه، لان التعليم هو اساس كل شيء بيحصل في الواقع يعني احنا عايشين. طيب المسلسل بيلعب في المنطقه دي يعني بشكل لايت شويه. بشكل لايت. انا بنتابع يعني اجزاء من المسلسل دلوقتي على الشاشه. كلمنا برضو عن كواليس التصوير، اماكن التصوير، خصوصا احنا فاهمين ان الاماكن كلها ليها علاقه باماكن سياحيه، يعني ما انتش في لوكيشن او في مكان مقفول او استوديو ما الى اخره، يعني برضو فهمنا. لا هو احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل العلاقات، هو يعني بنخرج بره جدران المدرسه عن طريق رحلات بتتعمل، منها سهل حشيش ومنها الاقصر واسوان واماكن ثانيه تحصل. بنحاول ان احنا نقاسس فكره، بنقول المعلومة بشكل بسيط، إن بلدنا فيها حاجات حلوة قوي، ولأن الجيل اللي طالع أحيانا يعني رغم إنه عنده المعلومة بتاعت مصر فيها كذا وكذا، بس العين لما بتشوف بتختلف الرؤية. طبعا طبعا. بدأ هم بيسمعوا وما بقوش يسمعوا، في حالة يعني الأجيال اللي طالعة شوية ما يعني بصل لبره أكثر وبصل حاجات بره أكثر، إحنا بنحاول نخليهم لا هنا في حاجات أهم، وان يعني نحاول نرسخ عندهم قواعد كده من تقاليدنا القديمه البسيطه عن طريق التاريخ وعن طريق التفاصيل. في البيوت في الجمال اللي موجود في سهل حشيش، وفي العمق والتاريخ اللي موجود في الاقصر واسوان. بنحاول ان احنا من خلال الاماكن ديت ننشا علاقات ما بين المدرسين والطلبه، او ما بين الطلبه بعضهم او بين المدرسين بعضهم. يعني أنا بجد بشكرك، والفكرة والقضية اللي بيطرحها المسلسل زي ما سمعت من حضرتك كده يعني ليها أكتر من بعد، سواء بنتكلم على التعليم وبتكلم كمان على يعني لما تشرح لي كده السياحة أو الأماكن الموجودة عندنا، أنت يعني بتعمق الانتماء كمان، يعني بتخليك تحب بلدك. فكرة الوعي كمان، الوعي بفكرة الانتماء اللي بقت مش موجودة، لأن يعني فكرة الانتماء بقت ضعيفة قوي، بقت هشة إلى حد كبير، محتاجة مننا مجهود شوية مع الجيل ده، ان احنا ناكد لهم ان الفكره موجوده جواهم بس احنا بنخرجها، وعن طريق انهم يعوها يعني حاله الوعي دي اللي احنا بنعاني منها دايما. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. انا بشكرك استاذ احمد على وجود حضرتك معانا ودايما عامر، وان شاء الله بالتوفيق. بص خلينا نتكلم، انا عارفه انك اتفضل. الورشه لأنه سؤالي والله، موضوع ورش الكتابه دي دي حاجه مهمه بقت كتير الفتره، لانها اكتر شيء مستهجن وبيهاجم كلمة ورشة. أنا رأيي إن الورشة بتهاجم. أنا رأيي إن الورشة ما تهاجمش كنظام، نظام موجود في العالم كله ومن زمان بالمناسبة. بتهاجم عندنا الأول ليه؟ معلش يا أستاذ طارق. إيه؟ بيتهاجم عندنا. البعض يقول لك إزاي يقعدوا خمسة ستة ويعملوا عمل، لازم العمل يبقى طالع من واحد بس. ده نظام، وده يعني وحيد حامد مثلا وسبق أنا الركاشة ربنا يرحم الاثنين، بيقعدوا يكتبوا فقط. كويس، عبد الرحيم كمال من هذا الجيل فقط هو بيكتب، لكن ظهر كمان
فكرة الورشة، لما الورشة يكون فيه أسطى زي المرة دي مثلا أحمد عبد الفتاح، في عندك مريم نعوم بتبقى هي الأسطى المايسترو بتاع برافو عليك المايسترو. أنا قلت كلمة أسطى عشان الورشة مرتبطة بأسطى كويس، وأسطى كلمة جميلة طبعا يعني. كويس، وهكذا تامر محسن وغيرهم وغيرهم. هنا لما بيكون القائد اللي هو قائد الورشة أو الأسطى الكبير ده عنده خبرة بيطلع النتائج حلو. مش كل عمل فني تصلح في الورشة، ده صحيح، بس الورشة ممكن تطلع أعمال عظيمة وممكن أعمال رديئة. يبقى الفيصل إيه؟ الأسطى. أيوة، أنت الأسطى هتعمل إيه؟ وإيه الإيقاع؟ يوزع المهام إزاي؟ أنت بنت إيه؟ أنت شاطر إيه في إيه؟ في أي حتة؟ وأظن إنه حتى فهمته من كلام أحمد إنه استعانوا بيه في الآخر. ليه بقى؟ عشان ضبط الإيقاع، التفاصيل دي تفاصيل أسطى. فعشان كده أنا ضد مهاجمة الورش في المطلق، ما بقولش إن هي فقط الصح، لا ده صح. وايضا الكاتب لما يكون بموهبة كبيرة ويقعد يكتب لوحده جميل، لكن في حاجات ممكن الهات والخد دي تعمل نتيجة. والحقيقة طول عمرنا زمان قوي كان في ورش من الباطن بالمناسبة، بس مسكوتة ما عادش بجيب سيرتها. كانت بتتعمل بس من الباطن بدون اعلان، كانت موجودة. دلوقتي لا، ما عادش باطن بقى. وانا شايف عبد الفتاح بيحكي لك اسماء الناس، بيقول لك فلان، وخلاص انتهت فكرة ان احنا ايه نجيب حد نديله فلوس وهو ما يكتب من الباطن. ايوه دي خلصت. ملف سري من الاعمال برضو اللي هتتعرض على شاشه الحياه في شهر رمضان ان شاء الله، البطوله الهاني سلامه عائشه بن احمد وماجد المصري. يعني طبعا انا كل نجومنا وفنانيننا، يعني عايزه اقول كل واحد طبعا النجم والفنان، بس يعني معذره للجميع، كلهم بالتاكيد لهم كل الاحترام والتقدير. الاخراج لحسن البلاسي والتاليف لمحمود حجاج والانتاج لمجموعه فنون مصر. الاول عايزه اسال على فكره التنوع في شركات الانتاج او دخول لان دي برضو لفتة للنظر. دي اطلالة مهمة جدا انه ليست شركة واحدة لكن في شراكة انتاجية. بس ايه اللي موجود؟ الموجود ان في فلسفة واحدة. فرق بين انه شركات تنتج وممكن تتناقض مع بعضها هنا عندما تغيب الفلسفة، لكن عندما تنتج عدة شركات باطلالات مختلفة مع خط عام وفلسفة واحدة هنا بيبقى النتاج افضل. وده القائم انه 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 بقى فيه اكتر من اطلاله انتاجيه، وده ثراء يسري الشاشه ويسري ايضا المبدع، سواء كنت كاتب كنت مخرج كنت ممثل، انت في حاله ثراء لانه بقى فيه اكتر من شركه ممكن تعرض عليك الشغل. فانت كمان بتزود من قوه ادواتك. والشركه اللي بتنتج مش واحده لا، فبيخلي الصراع الجميل او التنافس بين الشركات لصالح في الاخر المتفرج والمتلقي، مع وجود رؤية عامة. يعني عايزين نكشف على الرؤية العامة، خاصة لما لسه كنا بنتكلم على دايما عامر القضايا الحياتية او تحدياتنا وازاي تتعرض على الدراما، لما كلمني على ملف التعليم، اتكلم على الانتماء، برضو الهدف او الرؤية العامة مع تنوع بقى الاعمال. ما هو ده، انك انت الدراما هي اقرب الفنون لقلب الناس، يعني تصل بالدراما الى الوجدان باثر الطرق. بس عشان كده القيم تلعب الدراما جزء كبير في بثها للمتلقي. تلعب تقدمها ازاي؟ هو ده السؤال، كيف تقدمها؟ اقول لهم يعني يكون في محاضره ولا بتاع، اقول ما يكفيش انت عايز تقول ايه، الاهم كيف تقول. كيف هي في كيف دي يبقى في فن. الابداع يكمن ليس في ماذا تقول ولكن كيف تقول. اظن انه كيف دي هي اللي بتخلي عمل فني الناس كلها تتفرج عليه، وعمل تاني ممكن كويس بس مش جذاب يبقى في مشكله. فكيف دي مهمه قوي. كيف؟ طب ايه اللي بيخلينا بقى نتسارع في كيف؟ تعدد شركات الانتاج. كل ما تتعدد كل ده بيخلي كل واحد عايز يجيد منافسة اكتر، وقنوات العرض او منافذ العرض عندما تتعدد ايضا كل ده بيصب لصالح المبدعين اللي هم في الاخر لصالح المتفرج، لصالح الجمهور. يوتيرن من الاعمال برضو اللي هتشوفوها ان شاء الله يا رب على شاشه الحياه في شهر رمضان، البطوله لريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، الاخراج لسامح عبد العزيز، التاليف لايمن سلامه، والانتاج للعدل جروب. احنا معانا على تليفون المؤلف استاذ ايمن سلامه. مساء الخير يا استاذ ايمن، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير عليكي وعلى جمهورك وعلى استاذ طارق وكل الضيوف.
مساء الفل. اهلا وسهلا بحضرتك، مبروك مقدما ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. انا في التصوير حاليا. في التصوير في الحلقه كام؟ في الحلقه كام دلوقتي يا استاذ ايمن؟ لا انت عارفه التصوير ما بيتمش بالترتيب الحلقات، يعني بيتم حسب اللوكيشن. طيب يعني قول احنا خلصنا قد ايه؟ لا خلصنا كميه كبيره جدا من المسلسل الحمد لله، يعني احنا الحمد لله انجزنا انجاز كبير المخرج سامح عبد العزيز، لان احنا ابتدينا الحقيقه من بدري شويه، فالحمد لله قدرنا ننجز انجاز كبير جدا ونقفل حلقات، يعني ان شاء الله باذن الله يعني تقريبا اكتر من نص الحلقات خالص. عظيم يعني الاسم يا استاذ ايمن لوحده لفت للنظر، يعني يوتيرن، فكلمنا عن الاسم برضو ودلالته على هو يوتيرن، انت ماشي في طريق لما تحس ان انت غلط ما لف وارجع تاني على طول. من اول يوتيرن بالظبط. هي بنوته بتراجع نفسها في الحياه وبتاخد قرارها بانها تلف من اول يوتيرن او ترجع من اول يوتيرن علشان ما تكملش في الغلط ده. اللي هو ايه بقى؟ هنشوف بقى في المسلسل. طبعا انا سعيد بالتجربه ديت، ان عوده الفنان القدير توفيق عبد الحميد بعد 12 سنه من الغياب. طبعا اسعدني جدا ان بس عودته يعني دي اكيد بناء يعني تشجع ورق قوي وفكره شخصيه قويه، الحمد لله شخصيه قويه جدا وشخصيه جميله وجذابه ويعني هيبقى فيها لها مردود كبير جدا مع الجمهور، ده من ناحية. وطبعا سعيد بالتعاون التاني مع الفنانة ريهام حجاج بعد ما عملنا لما كنا صغيرين قبل كده، كان خالد النبوي ومحمود حميدة، كان عمل ناجح الحقيقة والله. الحمد لله. والسنة دي بقى بتكتمل المنظومة بقى بين الأستاذ جمال العدل هو المنتج وأول مرة اشتغل معاه الحقيقة، وسامح عبد العزيز هو المخرج، وهو مخرج قدير وجميل، وكان يعني أسعدني الحظ إن أنا أتعاون معاه هذه المرة، والحمد لله الدنيا يا رب جميله جدا وشغالين وبنصور اهو، ولو انتوا سامعين البرويل اللي ورانا بيلادوا عليهم. طيب ما تغششنا حاجه كده يا استاذ ايمن، يعني يعني في قالب ايه؟ يعني طبعا كده اجتماعي كوميدي اجتماعي طبعا. انا بميل ولا حوادث والدنيا صعبه؟ لا انا بميل للكتابه السسبنس او كتابه التشويق يعني، او العمل الاجتماعي المشوق. تمام. فهو سسبنس اجتماعي بدون جرائم على فكره، يعني بدون جرائم. لا كفايه يعني. بس احنا يعني حاطين ايدينا على حاجات كتير قوي في المجتمع، على اوجاع للناس، على مشاكل اجتماعيه مهمه جدا بنطرحها وبنناقشها، ويعني لازم يكون لها مناقشه في المجتمع او المجتمع يشوفها يعني، او المشاهدين يتفرجوا عليها ويبقى لهم اراء بعد كده في مناقشه قضايانا الاجتماعيه المسكوت عنها يعني. عظيم. طبعا انا بشكرك، وكلام حضرتك ده هيكون محل نقاش وسؤال للاستاذ طارق حالا دلوقتي. انا بشكرك استاذ ايمن سلامه مؤلف العمل اللي بنتكلم عنه يوتيرن اللي هيتعرض على شاشه الحياه في شهر رمضان ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذ ايمن وبالتوفيق ان شاء الله. انا سعيد جدا. عارفه ليه؟ اولا عوده توفيق عبد الحميد ده ممثل من الدرر الابداعيه كفن اداء، والراجل عنده موقف وعمره ما كان بيلهس لا ورا ضوء ورا فلوس، وتعرض في الفترة الأخيرة أكيد تابعنا لكتير من الشائعات والكلمات اللي ملهاش أي معنى والأخبار المغرضة، وفضل زي ما هو. لما لقى دور كان دايما يقول كده، لما ألاقي دور هرجع، أنا مش معتزل. واضح إن هو لقى الدور، لأنه توفيق مش محتاج إن هو يعمل أي دور، مش دي التركيبة، وإلا كنا شفناها، لأنه بيتعرض عليه كتير وبيرفض كتير. ده عودته إضافة طبعا إن هو جداً يكون موجود جداً. الجزء الثاني المتعلق برهام. رهام لما دايما اقول اذا في مخرج ممكن تتقدم خطوات، سامح عبد العزيز مخرج عنده باع ومخرج فاهم شغله ومخرج بيجيد ايضا فن قياده الممثل، وده جزء مهم جدا. وطبعا له اعماله السينمائيه الناجحه والتلفزيونيه ايضا الناجحه، وهو ورقه دراميه مطلوبه، يعني دايما لما بيتعمل دراما في اي سنه هتلاقي سامح اسم موجود. مطلوب. التركيبة دي في وجود مخرج ممكن ريهام تتقدم خطوات. أنا فاكر زمان شفتها مع كاملة أبو ذكري في سجن النساء، كانت عاملة دور هايل. ليه؟ عشان في كاملة، في مخرج، في نجوم، المخرج بيطلع من الفنان أحسن ما عنده ويقود العمل، وسامح بيقود. تمام. فأظن دي ممكن تبقى يعني بالنسبة لريهام كمان إطلالة.
توفيق يعني اتشوق انا شخصيا على المستوى الشخصي ان انا اراه، يعني وحشني واكيد وحش الملايين من المشاهدين لما يشوفوا توفيق عبد الحميد. طيب احنا كنا بنقول يوتيرن ليها علاقة بقضايا حياتية، مشاكل بيعاني منها الناس وطرحها. هنا بنتكلم معلش وسريعا جدا في سؤال عشان لسه في عمل اخيرا نتكلم عنه. مهم انه دايما الاشكالية انا بناقش وعرض ولا وجد حلول، انا مرآة للواقع، لا انا ما ما انا بنقد. انسي حكاية الحل ده، انسي حكاية الحل، انسي حكاية دايما بنقولها دايما مش صحيح. والا كان الدراما حلت مشاكل الحياة كلها. بس انت لازم تثير شيء ما حدش قادر يقوله بتفاصيله غيرك، وتخلي الرأي العام شايف كل شايف كل حاجة، فيبقى جزء من الضغط على صانع القرار في حاجات كثيرة. يا ما شفنا أعمال غيرت قوانين، جعلوني مجرما غير قانون السابقة الأولى مثلا لفريد شوقي زمان، بكلمك على جعلوني مجرما ده كان 54. كلمة شرف غير أيضا فكرة أنه مطلع السبعينيات أنه المسجون وده موجود دلوقتي ممكن يطلع في حالة يحضر جنازة فرح. دي كلها أكيد الإنسانية دي بسبب عمل فعل سابقة، فممكن. لكن أنت لن يعني أنت لا تملك قرار الحل، لكن الإثارة، إثارة المشكلة وتناقشها بكل جوانبها وتوصل لصانع القرار أهمية اتخاذ القرار. تمام. طيب آخر عمل بقى معانا المسلسل اللي هتشوفوه إن شاء الله معانا، في بيتنا رجل. ده عن ال لا 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 ثواني. مش رجل روبوت. على فكرة هي فكرة برضو، في بيتنا روبوت، معلش روبوت مش رجل. لا لا مش رجل. بس كده في بيتنا روبوت اثنين. كاتب في بيتنا رجل من حقه هنا استغلال يعني او يعني يعني تنويعة على في بيتنا رجل. في بيتنا روبوت اثنين. هشام جمال، ليلى احمد زاهر، شيماء سيف، سليمان عيد. طبعا كده خلاص عرفنا كوميدي كوميدي يعني. الاخراج طبعا لهشام جمال، التاليف لاحمد محيي، محمد المحمدي، الانتاج روز نعمه. الكوميدي ومع الشباب كمان دول يعني الشباب. عندنا عندنا مشكله في الكوميديا صعبه. ليه؟ اتمنى يعني بيحصل ناس كتيره في فتره ما كنا بنشوف اعمال كوميديه لمجرد انه ناس جايه تهزر في الاستوديو، فبيبقى تتحمليهم مره حلقه اتنين، لكن ما ينفعش 30 حلقه. ممكن يكون العمل ده هو بيطرح الكوميديا اللي احنا عايزينها، اللي هي ايه؟ انه في شغل على السيناريو من الاول، مش ارتجال. في اعمال قائمه على الارتجال، المسرح يجوز فيه الارتجال، الدراما التلفزيونيه لا. الارتجال لازم يكون مقنن قوي في الدراما غير المسرح. فاتمنى انه اللي انا بحلم بيه انه يبقى في عمل كوميدي على الورق مكتوب حلو وفي التنفيذ واخد حقه، ده ممكن يوصل الناس، لانه نحن فعلا نتشوق، المتفرج نفسه في جرعه كوميديا مفتقده بشكل كبير قوي. يعني فيما نضر يعني زي بتاعت مليونير بتاع كامله برضو كان ناجح قوي كوميديا وناجح، بس دي الحالات النادره. اتمنى انه في بيتنا روبوت يبقى هو الحاله النادره الجميله ان شاء الله يا رب. سريعا كده فكر حضراتكم بالمسلسلات اللي قلت ان هنشوفها على شاشه الحياه ان شاء الله يا رب. عندنا نبدا كده باخر حاجه قلناها، في بيتنا روبوت اثنين، وبعدين جزيره غمام، ويوتيرن، دايما عامر، وملف سري. بالاضافه طبعا للاسف معلش عشان خاطر الوقت، في كميه كبيره من الاعمال الثانيه اللي هتشوفوها طبعا على الشاشات الصديقه، يعني سواء بقى بنتكلم على سي بي سي، دي ام سي، اون، كلها اعمال تقيله الحقيقه. برضو الاختيار، وهجمه مرتده، الكبير سته، المشوار، راجعين يا هوا، سوتس، وايه كمان، احلام سعيده، فاتن، امل حربي، مكتوب عليا. فهنا بقى طبعا ان شاء الله يا رب. ايه بس السؤال الاخير معلش سريعا عشان ما تهش، يعني انا كاي مشاهد انا بقعد في شهر رمضان برضو اللي هو اتفرج على ايه ولا ايه، ابص هنا بسرعه واقلب، ابص هنا حلقه هنا حلقه. الاختيار ان مثلا اركز مع عمل معين او احس انه ده هكمل معاه، لا اشوف غيره، البوصله تمشي ازاي؟ اديني البوصله تيجي ازاي. ايوه كلنا بنبقى طماعين، وانا واحد من الطماعين يعني، ما فيش انا ليه، بس انا عشان شغلتي لازم اشوف كله. غالبا اللي بيحصل في الاسبوع الاول بنشوف كل حاجه، بيبتدي بقى الانتقاء في الاسبوع الثاني، لان انت في الاخر ليك طاقه استيعابيه مش هتقدر تشوف كل حاجه. العمل اللي بيبتدي يشدك بتظبط مواعيدك عليه. انا شفنا كتير من الاعمال كانت الناس بتظبط مواعيد حياتها
على المسلسل ده هيبدا الساعه 7، يبقى انا مثلا ساعه الفطار هفطر واتفرج عليه. بس طيب معلش اسفه برضو التكنولوجيا الحديثه حلوه والتطبيقات، يعني واتش دلوقتي قصه برضو انك اتفرج على المسلسل وقت ما انت عايز ساعه ما انت عايز. أوكي. دي ساعدت اللي ما عندوش بقى. لا ما نبدا حتى اللي عنده المشاهده الطازجه زي ماتش الكوره بيبقى لها سحر. انا لا انا طبعا انا بحكم مهنتي بضطر اشوف واتش، يعني انا بيبقى يعني عشان تلم برضو الدنيا والموضوع عشان ده شغلي. لكن المتعه فعلا برغم الاعلانات برغم الاعلانات ان انت تبقى على الهوا واحده واحده، لان دايما المنصه بتعرض بعد صح، لكن انت بتبقى عايز تبقى في اللحظه. فدي مهمه، لكن فعلا العمل الفني الجيد بيبان من الاسبوع الاول وهو اللي بيفرض نفسه على الدراما وعلى الشاشه وعلى الجمهور. كل سنه وحضرتك طيب وانتم طيبين وما اسرع الايام، ونستقبل شهر كريم ان شاء الله ونشوفك دايما على كل خير يا استاذ طارق. بشكرك على وجودك معانا النهارده، ربنا يخلي حضرتك. بشكر حضراتكم على المتابعه، كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بكره يوم جديد في الحياه اليوم، نشوف حضراتكم على كل خير ان شاء الله يا رب.